صباح الفل يا كريم، صباح الفل عليك. على السلامة. الله يسلمك. واحكي للناس بقى الدور اللي كان عندك، لان اللي انا اكتشفته ان ناس كتيره جدا للاسف عندها دور البرد الغريب ده. تحس ان تلت تعداد الشعب المصري كله عنده نفس الدور باشكال ودرجات متفاوته. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بنرحب بيكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وبشكر طبعا كل الزملاء وكل الزميلات اللي سالوا عليا الفتره اللي فاتت، وحضراتكم شكرا جزيلا. دور ما احكيلكوش، بس يعني ايه، لازم ناخد بالنا من اقل دور، لان الواحد ما ينفعش يتعامل مع ادوار البرد على ان هي ادوار برد انيمور. خلاص الموضوع دلوقتي بقى وصل لبعد تاني، فبنتمنى السلامه للكل. صباح الفل عليكي، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه متعلق بالنادي الاهلي واخر الاخبار واخر المستجدات. الساعه الثانيه كالعاده هيكون عندنا فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن خالد مصطفى نجم النادي الاهلي السابق في كره السله، والفقره الثانيه هتكون فقره كرويه بحته مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي. بص بقى، تعالى نخش على طول. لازم طبعا نعلق قبل اي حاجه على ماتش الاهلي وسيمبا. اتكلمنا عنه طبعا الاسبوع الماضي، وقلنا باذن الله تكون مباراه يعني حلوه على الصعيد الفني وكمان على صعيد النتيجه. خلينا نقول ان يعني النتيجه انتهت او الماتش انتهى بتعادل ايجابي 2-2. كان ممكن بصراحه، برضو احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا ما بنجملش الواقع، احنا بنتكلم دايما بمنطق. احنا كان ممكن يا كريم نخلص الماتش ده من الشوط الاول، وكان طبعا عندك فرص طبعا كتيره جدا. كان لازم برضو ان انت حط في الاعتبار اكيد الغيابات وكل حاجه، لكن انت كنت تقدر. طبعا عندنا اصابات زي طبعا عبد المنعم، وكان في التاخير لعوده علي معلول من منتخب تونس، كلها امور كنا عارفينها من البدايه، لكن في المجمل احنا كنا نقدر نحقق نتيجه افضل من كده. بس الحمد لله على كل شيء. برضو يعني لسه عندنا مباراه ان شاء الله او ماتش العوده يوم الثلاثاء الجاي في استاد القاهره. ناس كتيره كانت قالت لك يعني لو اكتفينا بالتعادل مش وحش، بس احنا كنا بنامل يكون في نتيجه افضل. لكن على فكره برضو كاسكو مش سيء جدا. الاهم من كل ده، من اهم من النتيجه، ان انا كنت اشوف فنيات كويسه، كنت اشوف لعب كويس على الارض. ده كان محقق بنسبه كبيره، رغم هرجع اقول تاني كان في فرص يعني للاسف كان ممكن ان هي لو كملت نروح برضو لمنطقه افضل بكتير، بس اللي حصل حصل. متوقعين الافضل ان شاء الله على ارضنا في مباراه العوده. يعني انا مش عارفه انت تابعت الماتش ولا لا، بس هل انت برضو زي الناس اللي تابعت كانت شايفه ان كان ممكن نحقق افضل من كده كاداء؟ طبعا اللي انت بتقولي ده مش لوحدك اللي شايفه كده، كل الناس اللي تابعت المباراه دي شافت كده، وكان فعلا الماتش ده ممكن يخلص من الشوط الاول. لكن هنرجع برضو ونقول ان العكننه دي مش عندنا احنا لوحدنا، يعني بالرغم ان طبعا كلنا ما عندناش ذره شك في ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز في ماتش يوم الثلاثاء الجاي باذن الرحمن، الا ان كولر شخصيا برضو كان يعني على راس قائمه المتضررين انجاز التعبير. يعني كان ليه اكثر من تصريح مهم، من ضمنهم تصريحات اكدت بعد طبعا نهايه الماتش، اعرب من خلالها عن عدم رضاه بالمره عن النتيجه خصوصا، ودي النقطه بقى اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها، ان الفريق ضيع فرص كتير جدا ولا سيما في الشوط الاول. يعني احنا بنتكلم مش اقل من 3 اهداف محققه كان ممكن يسجلها لعيبه النادي الاهلي، وبعد التعادل كمان كان محتاج يقفل خط الوسط بشكل اكبر من كده. قال كولر: نصا علينا ان نتقبل هذه النتيجه وان نقوم بالتركيز في مباراه يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. طبعا احنا بدورنا كلنا ثقه في لاعبتنا وفي جهازنا الفني ان شاء الله في قدرتهم على الفوز والتاهل لنصف نهائي دوري السوبر الافريقي ان شاء الله. بص، هو المباراه في المجمل فيها كم او بعض اللقطات او الامور الايجابيه اللي ممكن نتكلم عندها شويه. اولا احنا قلنا الترحاب اللي كان قبل حتى ذهاب يعني الاهلي هناك والبعثه ان هي توصل، الاحتفال اللي كان موجود، الناس هناك كانت الستيكرز اللي بتتعلق والبانرز والحاجات اللي زي كده، تحس ان هي مش بس علشان الماتش بتاع الاحتفال خلينا نقول او البدايه، بس انك كمان البدايه بتاعتك مع النادي الاهلي. اتكلمنا في ابعاد الموضوع ده بشكل كبير جدا، وشفنا التصريحات من الجانب يعني التنزاني، وقلنا قد ايه الناس كانت متشوقه، وقلنا رغم ان انت يعني جماهير سيمبا بيشجعوا طبعا الفريق بتاعهم، لكن لما النادي الاهلي بيروح شوف قد ايه الناس بتاع يعني بتحتفل مع اللعيبه وبيتصوروا معاهم وبيحبوهم. ده في حد ذاته يا كريم نجاح كبير جدا، واسم النادي الاهلي بياكد لك قد ايه حتى لو انت المنافس ناس عارفه قيمتك بشكل كبير جدا. على الصعيد الثاني بقى، اللقطه اللي عجبتني جدا، مش عجبتني انا لوحدي بصراحه، عجبتنا كلنا، هو فكره هنا بعد المباراه لو عدم احتفال اصلا اللاعبين باي حاجه حتى بالهدفين،
وكان في طبعا شفنا لقطات لرفع علامه النصر تضامنا اكيد مع الشعب الفلسطيني الشقيق. ومش بس كده، قرار كمان ارتداء الاهلي للزي الاسود زي ما تابعنا، وتوزيع علام فلسطين على الجماهير الموجوده، كانت رسائل كلها مهمه جدا ومتوقعه من النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، لان احنا كلنا عارفين في الاول وفي الاخر اهميه الرياضه والفن كقوه هنا بتتكلم ناعمه في توصيل الرسائل والصوت ضد كل الافعال وحسبناها هنا الاجراميه وهي لا توصف باقل من ذلك اللي بتحصل مع اهلنا طبعا في غزه، بجانب طبعا برضو ان النادي الاهلي انت بتتكلم الاعضاء بتاعته قد ايه هي متكاتفه وقد ايه كان في برضو تضامن كبير جدا من في كافه الفروع. لو انتوا حضراتكم اكيد تابعتوا عندك في الجزيره وفي الشيخ زايد مدينه نصر في التجمع الخامس، عشان كمان الحملات الموجوده للتبرع بالدم لصالح اخواتنا في فلسطين. الواحد مش عايز يخش في تفاصيل قوي في الملف ده، اتكلمنا هنتكلم كتير قوي لان الكلام هيبقى طالع من القلب، والكلام اللي طالع من القلب محدش عارف يوقفك فيه. فاحنا بس هنكتفي ان احنا نقول شيء كان متوقع ومحترم من لعيبه النادي الاهلي ومن النادي الاهلي ان احنا نشوف يعني تضامن بهذا الشكل او نشوف احساس بهذا او بهذه الصوره، لكن طبعا الموضوع كبير جدا ونتمنى يا رب يا رب قريبا السلامه لاهلنا هناك، لان الملف ده وان كان البعض بيشوف يا كريم ان هو يعني مستمر اليوم القيامه ومستمر مدى الحياه معانا للاسف الشديد، لكن الواحد قلبه واجعه على مشاهد كثيره جدا 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 شافها. فربنا يا رب بقى يرحمنا من كل الاحداث دي قريب باذن الله. انا واحد من الناس، انا هوند بنتمي لجيل من اول ما وعي على الدنيا ما بيشوفش في نشرات الاخبار والبرامج الاخباريه والسياسيه غير نفس المشاهد بحذافيرها اللي احنا بنتابعها مع حضراتكم يوميا بقالنا اكثر من اسبوعين. شوفوا القضيه دي بقالها كام سنه، شوفوا الناس اللي في جيلي واللي اكبر مني وبطبيعه الحال اللي اصغر مني الى اي درجه الموضوع ده ابتدى يبقى شبه يعني عادي من كتر ما احنا بنتعرض لهذه المناظر المؤسفه والمزريه، كل اشكال الظلم بنشوفها، كل اشكال اللا انسانيه واللا رحمه موجوده. الملف الفلسطيني ده انا واحد من الناس بحلم ان يجي علينا اليوم قبل ما ننتقل للرفيق الاعلى يتم حل هذا الامر، لان الحقيقه كل لحظه بنشوف من خلالها حاجه حقيقي مؤذيه للنفس وللقلب بكل ما تحمله الكلمه من معنى، مناظر مؤسفه فيها كل اشكال الهوان. احنا بنتمنى يا رب ان شاء الله ينصلح الحال لاهالينا في غزه وفي فلسطين ويعني وتخلص القضيه دي الازليه يعني انجاز التعبير. وبالمناسبه رجوعا للتفاصيل اللي كانت نهواند بتحكي مع حضراتكم فيها المتعلقه بردود افعال كل القائمين على والتابعين الى النادي الاهلي ومنسوبي هذا الكيان المحترم، ودي الحقيقه كلها حاجات ما نقدرش نقول ان هي مفاجاه، ده يعني عادي جدا ومتوقع جدا من النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. بالمناسبه النادي الاهلي ما وقفش كمان لحد ارتداء اللاعبين للزي الاسود وايضا وقف البث على القناه والموقع الخاص بالنادي الاهلي لمده 3 ايام، لكن كمان النادي الاهلي قرر انه يخصص كل ايرادات تذاكر ماتش الاهلي وسيمبا في دوري السوبر الافريقي يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله لصالح اشقائنا في فلسطين. وكمان تم الاتفاق مع وزاره الصحه لتخصيص عربات على بوابات الاستاد للتبرع بالدم طبعا لكل اهالينا في غزه، وعشان كده مجلس الاداره خاطب بالفعل كل الجهات الامنيه طلبت منهم السماح بالسعة الكاملة للاستاد عشان إيرادات التذاكر المخصصة لدعم فلسطين تزيد. وده الحقيقة موقف محترم جدا، وزي ما كنت بقول لحضراتكم ونهواند كانت بتقول لحضراتكم من شوية، ده شيء متوقع من النادي الأهلي. صحيح. ملف الفريق الأول هنقفله دلوقتي لكن أكيد هنرجع ليه مرة تانية في الفقرة الحوارية. عايزين نهني بقى دلوقتي فريق رجال سلة الأهلي بالتتويج بطلا لكاس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، كانت نتيجة 64-60، وده بيأكد المباراة قد إيه كان فيها تنافسية شديدة جدا وكانت قوية جدا من الطرفين بصراحة، لكن في النهاية استطاع الأهلي إن هو يحقق الفارق ويفوز بالمباراة وبالبطولة. خلينا نروح نتابع التقرير ده لمزيد من التفاصيل ونشوف كمان تعليق الجماهير على الماتش ورسائلهم ونرجع نكمل. ألف مبروك للنادي الأهلي، والنادي الأهلي دايما بيكسب أكيد، دي شيء معروف يعني نادي كبير في كل البطولات يعني الحمد لله. الأهلي بيشرفنا دايما كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد يعني الحمد لله النادي الأهلي دايما بيكسب، والألف ألف مبروك للنادي الأهلي. عندنا فريق باسكت ممتاز وعندنا أوجستي مدير فني على أعلى مستوى، والحقيقة إدارة النادي الأهلي بتركز دايما على اختيار الكفاءات والعناصر الكويسة،
وهو عامل فرقه كويسه بصراحه. الف الف مليون مبروك بصراحه. فريق الباسكت عندنا دلوقتي بقى من الحاجات اللي بتتقدم يوم عن يوم، وادائهم كان بصراحه بيثبت شخصيه الاهلي في هذه المباراه. وبصراحه انا برضو بتوجه بالشكر للجمهور الاهلاوي اللي كان متواجد في البحرين، غير نتيجه المباراه، غير نتيجه المباراه هذا الجمهور العظيم اللي هو دايما بيساند الاهلي. طبعا الف مبروك لنادي القرن. اي نعم كان الماتش شديد من اوله، بس قدر في النهايه ان هو في الوقت الضائع ان هو يخلص الماتش. طبعا فرحانين جدا ببطوله جديده تنضم للدولاب بتاعنا. الحقيقه انا ببارك للنادي الاهلي كفريق وكمجلس اداره وكاعضاء، وحاجه يعني تفرحنا ان احنا ابتدينا نسترجع ذاكره البطولات تاني على مستوى العاب الصالات. شكرا جزيلا لفريق الباسكت لانه طول عمره معودنا على البطولات، مش فريق الباسكت بس، طبعا النادي الاهلي كله، وعلى مستوى الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه معودنا على المركز الاول في كل حاجه. وامبارح كان في ماتش الاهلي والزمالك كان صعب جدا، لكن الحمد لله ان الاهلي كسب الماتش وخد الصوره. نبارك طبعا الفريق بمجهوده الجميل اللي اتعمل امبارح يعني، والنتيجه الكويسه. كان ماتش صعب الحمد لله يعني، عدت على خير وعوض اللي حصل بقى في البطوله العربيه الحمد لله. الف مبروك لفرقه باسكت على السوبر المحلي، وطبعا دي هتديهم دفعه ان شاء الله الفتره الجايه تعويضا على البطوله العربيه اللي حققوا تقريبا مركز رابع. طبعا ان شاء الله احنا واثقين في اللعيبه وواثقين في الجهاز الفني ومجلس الاداره، وان شاء الله باذن الله نحسم البطولات كلها باذن الله الموسم. طيب خلونا بقى نروح لاسطوره المصارعه المصريه بل والعالميه كرم جبر، اللي عاد بعد الاعتزال وشارك بمنتهى القوه في بطوله العالم للرواد اللي بتستضيفها اليونان، ويتوج في نهايه المطاف بالميداليه الذهبيه بعد ما فاز على بطل كازاخستان عدم تكافؤ بنتيجه 10-0، ليثبت كرم جابر للعالم كله انه النجم الاوحد، خصوصا بعد فوزه بهذه البطوله بعد رجوعه من الاعتزال. طبعا احنا كلنا فاكرين ان كرم جاب يعني كان رفع رايتنا عاليه خفاقه، هو صاحب الميداليه الذهبيه في لعبه المصارعه في اولمبياد اثينا 2004، وايضا الميداليه الفضيه في اولمبياد لندن 2012. تعالوا نتكلم اكتر ونتعرف عن هذه الكواليس والتفاصيل عن بطلنا بعد عودته من الاعتزال مع الناقده الرياضيه فاطمه التبعي اللي منورانا على التليفون. استاذه فاطمه صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل، ودايما كده مع بعض في البطولات والانجازات. يا رب يخليكي، اهلا بيكي منورانا. وعايزين بقى نعرف منك يعني ازاي شفتي عوده كرم جابر طبعا بعد الاعتزال ومشاركته في بطوله الرواد وتتويجه بالميداليه الذهبيه في مفاجاه مدويه للعالم كله. يعني يمكن كرم ده مش جديد عليه، ده الطبيعي بتاعه والعادي بتاعه زي ما احنا بنقول دايما. هو بعد اثينا في 2004 غاب شوية عننا وما كانش موجود في بكين، وفجأة في 2012 أحرز الفضية، وكانت وقد تكون ذهبية كمان لأن هو كان اتغلب بخطأ تحكيمي مش بخطأ منه، فكان هي كمان يعني توج بميدالية ذهبية بعد بميدالية فضية بعد غياب 8 سنين طبعا. ودلوقتي بعد 7 سنين بيفاجئنا تاني بعد ما اعتزل خالص واتجه للفن واعمال حره، بيفاجئنا تاني وبيرجع يستعد شهر واحد بس، يعني هو عسكر في المركز الاولمبي قبل البطوله بشهر. طبعا ويا ترى في مساحه انه يفاجئنا مره ثالثه باولمبياد باريس وتحقيقه لميداليه جديده في الدوره الاولمبيه القادمه دي؟ والله دي المناشدات اللي بيناشدها له كل الناس على الفيسبوك من ساعه ما، وكل مواقع السوشيال ميديا من ساعه ما احرز ذهبيه الرواد. طبعا كرم 44 سنه ويعني ما فكرش في العوده دي دلوقتي، لكن بعد الميداليه الذهبيه في الرواد الناس كلها بتطالبه بكده، حتى اتحاد المصارعه برئاسه الاستاذ عصام نوار ارسلوا له فعلا وابتدوا يتصلوا بيه ويخاطبوه ان احنا عاوزينك تشارك. احنا عندنا بطوله افريقيا المؤهله لباريس هتكون في ابريل هنا في القاهره ان شاء الله في ابريل اللي جاي، فكلهم بيطالبوه ان هو يشارك في البطوله عشان يتاهل لباريس. انا لسه ما تواصلتش معاه حقيقه عشان اعرف رده ايه، بس هو خلال ساعات هيحسم الرد يعني بمجرد ما يرجع من اليونان. ف نتمنى ان هو يختار اللي فيه الخير ليه، مش عاوزين نضغط عليه. هو عارف اكتر المنافسه ماشيه ازاي والاوزان بقت عامله ازاي بعد اعتزاله، ولازم نديله فرصه يدرس الموقف كويس قبل ما ياخد قراره.
استاذه فاطمه، انا عندي سؤال بس عايزاكي تساليه له بعد اذنك لما تكلميه، وهي حاجات حتى او اسئله كانت امبارح مطروحه تحديدا، انا قريتها كمان من الناس، ازاي ممكن لبطل وبطل في حجم كرم بعد فتره غياب بهذا الشكل، وزي ما احنا تابعنا وقلت لنا واكدت لنا المعلومه ان هو فعلا اتمرن فتره قصيره جدا تكاد تكون شهر، ان يعود بهذه القوه وبهذه يعني خلينا نقول اللياقه ويحقق كمان الفوز بهذا الشكل او البطوله، فيعني دي معادله صعبه مش سهله، فانا عايز اعرف بالظبط ازاي ده حصل، وبعدين يبقى لينا مداخله اخرى طبعا مع حضرتك، لان طبعا الموضوع لا هو سهل ولا هو بسيط ولا هو متكرر، عشان حاجه زي كده برده تبقى طبيعيه ان احنا نسمعها طبعا يعني. ما هو ده اللي اعتدناه من كرم جابر، يعني حضرتك كنت بتسألي سؤال قلتي بطل، وهو فعلا بطل. صحيح. الروح والإصرار والإرادة اللي جوه كرم جابر مش موجودين في ناس كتيرة قوي دلوقتي، وبنتمنى أن الناس تحتذي بيه ويكون قدوتهم فعليا. كرم يمكن واجه مشاكل كتير وواجه سوء إدارة كتير، يمكن سبب اعتزاله أصلا كان إيقافه بسبب إبلاغ مكانه غلط من قبل الاتحاد. صحيح. للجنة المنشطات، يعني ما كانش بإيده. صحيح طبعا كلنا تابعنا حادث كان مهم، لكن لكن هو ما فيش أي حاجة وقفت قصاده طوال السنوات الماضية، يعني طول الوقت هو كرم جابر، وقت ما بيوقف بيوقف، وقت ما بيحب يرجع بيرجع بطل، وبيرجع بميدالية وبيرجع بإنجاز، يعني ده صحيح. إن هو يفوز على كل الأبطال اللي واجهوه اللي فيهم اصغر منه سنا، وفي وعلى فكره كلهم ما زالوا بيلعبوا ما توقفوش عن اللعب تمام اطلاقا. صحيح. كلهم بعدم التكافؤ وبالنتائج الكبيره دي، يعني صحيح. هو في اول مباراه فاز على بطل امريكا في 33 سنه، ما شاء الله مع فارق طبعا السن، ما كل ده يعشمنا بقى ان احنا مستنيين تكون اجابته ان شاء الله بالموافقه والمشاركه في باريس 2024. احنا عندنا ابطال استثنائيين بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بنشكرك يا استاذه فاطمه جزيل الشكر على وجودك معنا، مبهرين برضو أبطالنا. عندنا بصي شريحة كده منهم. بصي إزاي بقى. بصي إزاي بقى. مش عارف. مش عارف أقول لك إيه. ركزي بقى. لا الجملة اللي أستاذة فاطمة قالتها جملة يعني سليمة 100%. القصة كلها فعلا تكون المعادلة لما تسمعها صعبة، بس فعلا في شخصيات أو في بعض الناس أو الأبطال الرياضيين تحديدا عندهم العزيمة، والعزيمة دي على فكرة بتعديك مشوار كبير أو شوط كبير جدا. طبعا. لما الواحد بيحط طبعا. حاجة في دماغه بيؤمن أنه هيوصل لها، بتفرق بشكل كبير جدا عن واحد تاني يتمرن سنة اتنين وما عندوش الإيمان أنه هو يقدر يوصل للبطولة أو يفوز بالبطولة الفلانية. هي على فكره بتفرق الشق المعنوي طبعًا. والنفسي طبعًا. بيفرق بشكل كبير وبيدي دفعه كبيره جدا او بيودي منك دفعه كبيره. ففعلا هو من بدايته لو احنا فاكرين فعلا من 2004 واحنا شايفين بطل عنده تحديات كتيره، وفعلا زي ما استاذه فاطمه قالت واحنا فاكرين طبعا حتى لو كنا وقتها مش في الميديا او مش في الاعلام او حتى صغيرين في السن، بس كنا متابعين، لان هو وقتها ما كانش عندك ابطال في مصر كتير، يعني بتكلم 2004 ما كنتش تسمع عن ابطال مصريين زي دلوقتي. احنا دلوقتي الحمد لله يكاد يكون في كل رياضة عندنا أبطال، فزمان ده مش فاميليير قوي أو مش معروف طبعا. قوي، فكان اسم مسمع، وكان دايما بنسمع أنه هو عنده مشاكل هنا ومشاكل هنا وحصل هنا تحديات ومشي وحصل الأزمة وحسابه وتحقيقات وحاجات زي كده. فكان لا مع كل اللي هو مر بيه ده برضو يا كريم، وقدر أنه هو يعود مرة تانية في وقت قصير جدا، ده نجاح، ده نجاح مش أي حد بيوصل لده فعلا. أمال أنا ليه بقولك إحنا عندنا فئة كده معينة من أبطالنا فعلا استثنائيين. صحيح. بالمعنى وهو واحد منهم. بيقدروا يتعاملوا مع ظروف كلها عكسيه وظروف مش المنطق، يعني مش من المنطق ان هم يتعرضوا لها. المفروض الناس دي تتكرم، المفروض الناس دي تذلل لها كل العقبات، مش نحط قصادها عقبات. فاهمه ازاي؟ طبعا طبعا يا دكتور منار. طبعا بونجور، وعندي بس تساؤل بسيط جدا، يعني احنا في الخريف طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، لكن نكاد لا نشعر بالخريف، لسه حاسين ان هو فصل الصيف الى حد ما. خلينا نطمن من حضرتك ونعرف السبب طبعا في البدايه، ونطمن على الفتره اللي جايه، يعني هل هيبقى في يعني جو مختلف، في انخفاض ملحوظ هنا بتكلم تحديدا في درجات الحراره ولا لا؟ اتفضلي يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. احنا بالفعل في فصل الخريف، لكن احنا دايما بنقول النص الاول من فصل الخريف لسه بيكون فيه بعض سمات فصل الصيف، اللي بتظل فيه درجات الحراره فتره النهار لسه فيها دفء وفيها اجواء مائله للحراره، وبنبدا نشوف فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل بيبدا يزيد بشكل تدريجي. بنلاقي دايما فترات النهار فيها الجو اللي هو المائل للحراره في بعض المحافظات، نيجي على فترات الليل وخاصه فترات الفجر او فتره الصباح الباكر بنلاقي الاجواء مائله للبروده، وكل ما تقدمنا اكثر في فصل الخريف
كل ما لاحظنا الفرق ده بدا يزيد بشكل كبير، حتى احنا ساعتها ما بقاش عارفين نوعيه الملابس ان الناس هي في الوقت ده ما بين ارتفاع الحراره فتره النهار وانخفاض الحراره فتره الليل. متوقع خلال هذا الاسبوع ان شاء الله تستمر الاجواء الخريفيه المستقره في معظم محافظات الجمهوريه. درجات الحراره فتره النهار هتكون اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجه لدرجتين، يعني احنا خلال هذا الاسبوع هنلاحظ ان فتره النهار فيها ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره. بقى كده مش حياه والله، والله كده صعب. كده عامل الاسبوع الماضي يعني احنا والله ما صدقنا نزلت اصلا. هي الاسبوع الماضي كانت بتسجل درجات حراره ما بين 28 ل 29 درجه مئويه، خلال هذا الاسبوع ما بين 30 و 32 درجه مئويه، يمكن مع نهايه الاسبوع يوم الخميس المقبل توصل ل 32 درجه مئويه، مش هنعلى عن كده خلال فتره النهار. طب الحمد لله ان احنا مش هنعلى عن كده، ده غريبه جدا. الارتفاع كمان موجود في معظم محافظات الجمهوريه، المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط اجواءها اجواء نقدر نقول من معتدله المائله للحراره فتره النهار، القاهره الكبرى اجواء مائله للحراره، المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد هتوصل الحراره ل 47 لا بهزر 37 و38 درجه مئويه، في ارتفاعات طبعا اعلى من المعدل، اجواءهم اجواء ما بين الحاره الى شديده الحراره فضل. بس يا دكتور منار والله انا طبعا بهزر، بس يعني الوضع صعب برضو، يعني لو حضرتك بتتكلمي 37 في فصل الخريف، احنا بنتكلم ايه فاضل ايام قليله جدا بتفصلنا عن شهر 10، لا ده مش طبيعي يعني، ده اكيد مش طبيعي يعني. هو ده اعلى من الطبيعي، هو اكيد مش طبيعي، احنا اعلى من الطبيعي بكتير، اعلى من المعدلات الطبيعيه في معظم محافظات الجمهوريه مش بس محافظات الصعيد، بس احنا برضو معتادين على الايام اللي بيبقى فيها، يعني احنا في بعض الايام بيكون فيها ارتفاع في درجات الحراره في شهر 10 او كمان شهر 11، بنبدا مع النص الثاني من الخريف نحس ان درجات الحراره تدريجيا بتتجه نحو الانخفاض فتره النهار وفتره الليل، لان خلاص بنقترب من فصل الشتاء. أنا أكد تاني إن فترات الليل هتظل فيها درجات الحرارة منخفضة، صغرى فترة الليل ما بين 20 و21 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويمكن كمان المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بشكل كبير أجواءها بتبقى أبرد من القاهرة الكبرى، فأجواء مائلة للبرودة. فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية، ننوه بس عن الشبورة المائية لأنها هي الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذا الأسبوع، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، الشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، لان كمان يعني متوقع ان هي تكون كثيفه على بعض الطرق، كثيفه يعني الرؤيه الافقيه هتنخفض ممكن توصل ل 1000 متر في بعض الاماكن، فلازم جدا مع الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. طبعا لو احنا بنرجع من اشغالنا في ساعات الليل المتاخر او في فترات بنروح فتره الصباح الباكر لازم تكون ملابس خريفيه، لان تغيير نوعيه الملابس ممكن يصيبنا نزلات البرد، فرق درجه الحراره بين النهار والليل. صحيح. انا يعني بشكرك اكيد انا وكريم على هذه التغطيه، ولو اني انا مش سعيده بيها طبعا، يعني لان صعب جدا يعني. اصل هقول لك على حاجه، مفيش عدل، قول لي ليه والله؟ ليه والله؟ أقول لك بقى، عشان كده الشتاء بيبقى شهر ونص. أه والله، إحنا بقى يعني فترة طويلة كده، وعلى فكرة بالمناسبة شهر 12 وواحد كتر خير الدنيا إن إحنا دلوقتي في الجو اللي أنت سامعة عنه ده، إحنا من شهر ولا شهر ونص فات كنا شبه بنولع، فلما الدنيا نقدر نقول إن ابتدت تندع شوية. فصل الشتاء فعلا بقى قصير جدا. أه طبعا، وده شيء طبعا صعب يعني. على كل حال نتمنى يكون في استقرار كده كده، سواء في ارتفاع او في انخفاض درجات الحراره يكون في استقرار، بس دي اهم حاجه. هنروح بقى فاصل ونرجع اكيد اخبارنا لسه ما خلصتش، خليكم معانا. وده العشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. خلونا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع الزميله العزيزه روزان نصر، متواجده هي حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الفل يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا قبل ما أبدأ كلامي بقول لك الحمد لله على سلامتك يا كريم، ونورت الدنيا من مقر بقى النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار لنقل آخر الأخبار سواء في كرة القدم أو كمان في الألعاب الأخرى. وبعد طبعا عودة بقى بعثة النادي الأهلي لمصر، يعني النهاردة بداية استعداداتهم أكيد لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، واللي هتكون يوم الثلاث المقبل على استاد القاهرة في إياب طبعا ربع نهائي من بطولة الدوري الإفريقي. كمان هيواصل الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر تدريباته النهاردة على ملعب مختار التتش، واللي أكيد يعني كولر كمان هيكون مركز جدا
في التدريبات اليوم على جميع النواحي الفنية والبدنية لكل لاعب، بالتحديد كمان يمكن لأنه عقد جلسة مطولة جدا بعد مباراة الذهاب مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات طبعا الفريق لمباراة العودة. وشهدت هذه الجلسة دراسة كاملة لإيجابيات وسلبيات المباراة، وده أكيد طبعا للاستعداد لمباراة العودة بشكل جيد جدا. خلينا كمان نطمن المشاهدين والجماهير بعودة علي معلول طبعا بالمشاركة في مباراة العودة، يعني كلنا يمكن تابعنا عدم لحاقه ببعثة الفريق، يعني لعدم طبعا توافر رحلة طيران لتنزانيا بعد العودة من معسكر منتخب بلاد، ولكن هيشارك بشكل طبيعي جدا في مباراة العودة. كمان كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف الثنائي رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم من المشاركة، وقال ان رامي ربيعة حالته جيدة جدا غير مصاب، ولكن الجهاز الفني والطبي بيقرر يعني إراحة محمد عبد المنعم بعد تعرضه لكدمة خلال معسكر منتخب مصر. كمان مارسيل كولر يعني بينتظر الحصول على تقرير طبي بشأن المهاجم مودست، يعني لتحديد كمان يمكن موقفه من المشاركة في مباراة العودة. بشأن بقى المباراة، يعني النادي الأهلي حصل على موافقة شفهية لحضور جماهيري بالساعة الكاملة، والنادي الأهلي بينتظر الخطاب الرسمي من الجهات الأمنية من أجل الإعلان عن ذلك طبعا خلال الساعات القليلة المقبلة. كمان في مجهودات كبيرة جدا خلال الساعات القليلة المقبلة من الجهات الأمنية وإدارة النادي الأهلي من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير، وأعلنت يمكن شركة تذكرتي طرح تذاكر المباراة وكتبت عبر حسابها الرسمي فتح باب الحجز المباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي. أعربت الدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادتها بالظهور الأول للنادي الأهلي في تاريخ الكرة النسائية المصرية، وده بعد فوزه على مضيفه السكة الحديد بالجولة الافتتاحية بدوري مواليد 2004. وقالت الدكتورة دينا النادي الأهلي يظهر بشكل رسمي لأول مرة ويحقق أول فوز في تاريخه، وأضافت كمان عائلة كرة القدم النسائية تتزايد وفي انتظار باقي الأندية الشعبية. وأخيرا بقى النادي الأهلي عمومي بيفوز على سبورتينج بنتيجة 11-3 ويحصد بطولة كأس مصر لكرة الماء الشاطئية. طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. احنا بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية الوافية كالعادة. شكرا ليكي طبعا زميلتنا العزيزة روزان. والخبر طبعا الخاص بكرة القدم النسائية وأول مشاركة رسمية للفريق والفوز كمان في أول مشاركة رسمية، إن دل على شيء فيدل على أن أنت بتنتمي لكيان كبير، والكيان الكبير ده حتى وإن كنت أنت لسه فريق يعني مستحدث خلينا نقول بهذا الشكل برضو بتمشي على نفس الطريق. يعني أنا سعدت جدا جدا، طبعا احنا رحنا قبل كده وعملنا تقرير في الأكاديمية أكاديمية كرة القدم النسائية طبعا في مدينة نصر، ووريت لحضراتكم قد ايه عندنا نماذج جميلة وأعمار مختلفة، وصورناهم هما بيلعبوا الماتشات ولعبنا معاهم كل حاجة، كانت مشاهد حلوة. وقلنا حتى وقتها أو سألنا السؤال ده ما هو قادم، قلنا هل في يوم من الأيام هيبقى عندك فريق وفريق أول وهيبتدي كمان يلعب ويبقى في نفس الليفل ونفس المستوى بتاع الرجال؟ اتقال وقتها وكان في وعود كبيره جدا، واعتقد الموضوع مش صعب ابدا لان انت عندك كوادر كبيره وعندك خطه وعندك دراسه بتبقى دايما محطوطه واختيار لافضل كمان الكوادر سواء على المستوى الجهاز الفني او اللاعبات، فكل ده تحقق وانا سعيده جدا. طبعا انا تابعت امبارح، بما ان حضراتكم عارفين انا بحب الملف ده جدا، تابعت امبارح لعبوا بشكل حلو قوي يا كريم ويطمنك على اللي جاي، فمتفائله جدا ومبروك علينا اول مشاركه رسميه نسائيه لكره القدم النسائيه في النادي الأهلي والفوز، فبالتوفيق للي جاي ومنتظرين متعة كمان حقيقية إن شاء الله نشاهدها من كل اللاعبات بتوعنا. ننتقل بعد كده بقى، وحلو كمان ان احنا شويه نشوف اللعيبه بتاعتنا المحترفين واخبارهم ايه في الانديه الاوروبيه، لان هم بجد ظهروا بشكل مميز جدا، وناس كتير علقت على هذا الموضوع، حتى في ناس بقى التعليقات السلبيه يقول لك طب ما انتم حلوين اهو ليه مش التعليقات اللي هي من هذا الشكل كانت موجوده بصراحه، بس مالهاش علاقه يعني لا يتم المقياس بهذا الشكل، حضراتكم اكيد عارفين. لكن كانت بدايه مميزه جدا في افتتاحيه المباريات هذا الاسبوع طبعا في الدوري الانجليزي، وهتكلم تحديدا هنا عن محمد صلاح لان هو قدم واحده من
افضل بصراحه المباريات بتاعته اللي اتلعبت لما لعب مع ايفرتون وفاز او ساعد الفريق كمان ان هو يفوز. هدفين لصلاح كانوا اكثر من رائعين ووصلهم كمان او وصلوه يا كريم لان هو بقى اكثر رقم قياسي جديد او لاكثر من رقم قياسي جديد خليني اقولها و 201 في مسيرته كلها بمختلف هنا الدوريات انت بتتكلم بلغه الارقام. ولقطه برده كانت عجباني جدا ان هو برده كان لابس زي ما حضراتكم شايفين شاره طبعا او الشاره السوداء طبعا. وكمان رفض ان هو يحتفل بعد الهدفين اللي سجلهم، لكن طبعا زي ما كنت بقول ارقام جديده بتحسب، تكلم رقم الهدف ليه رقم 201 في مسيرته بمختلف الدوريات اللي هو لعب فيها، 30 هدف ببطوله الدوري الانجليزي خلال عام 2023 فقط، 19 هدف وصنع 12 هدف يعني، وده بتتكلم في 31 مباراه حتى هذه اللحظة، فأعتقد ده أكيد مقدار وأمر إيجابي جدا بالتوفيق لصلاح طبعًا. كالعادة إحنا مش هنفضل نقعد نشكر، لكن هي حالة نتمنى أن هي تكرر طبعا يعني أكتر، يبقى عندنا أكتر من نموذج بهذا الشكل. ويمكن كمان هنتكلم عن لاعبينا المحترفين الآخرين كمان لأن هم محققين مستوى لا يقل بصراحة عن مستوى صلاح، واللي وصل له صلاح لغاية اللحظة اللي إحنا فيها دي وصله أنه يرتقي للمركز الـ 12 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 146 هدف، متفوقا بذلك على النجم الكبير روبن فان بيرسي أسطورة الكرة الهولندية وكمان نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، ومتساويا مع شيرتنهام، وبيتبقى ليه ثلاث أهداف يعني كمان ثلاث أهداف يرتقي للمركز الـ 11، أربع أهداف بعديها يوصل بقى ويصعد لقائمة العظماء العشر. طبعا أمر في منتهى الإيجابية وحاجة عظيمة جدا لنجم مصري كبير، ونقدر نقول إن هو حقيقي وجهة مشرفة لكرة القدم المصرية والعربية وسفير بحق للمصريين في أوروبا. تعالوا بقى نروح من البريمير ليج للنجم تاني منور الدنيا في البوندز ليجا الألمانية، طبعا الجناح المتألق عمر مرموش نجم انتراخت فرانكفورت الألماني اللي قاد فريقه امبارح للفوز الغالي جدا خارج ملعبه على صاحب المركز الخامس هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل منها مرموش الهدف الأول في بداية المباراة عشان يواصل تألقه الواضح جدا مع فريقه من بداية الموسم ده. وبعد مرور 8 جولات من الدوري الألماني نقدر نقول إن فعلا عمر مرموش هو سفير كرة القدم المصرية في البوندز ليجا الألمانية. كلام جميل. قبل بقى ما نختم بالتقرير القادم ده عايزه برضو اروح لحاجه كان ناس كتير عامله لها شعر، مش احب دايما اشوف ايه اكتر حاجات تحديدا كمان في الويكند في الرياضه يعني او في كره القدم تحديدا اللي الناس مركزه معاها، برضو الموضوع بتاع جونيور ابن كريستيانو رونالدو، فكره ان هو انضم للناشئي كمان نادي النصرية. طبعا مش اول مره، دايما مع او على مسيره والده كلها رونالدو يعني هو بينضم للناشئين اي نادي تقريبا بيلعب فيه يعني يوفنتوس وريال مدريد وغيره من الفرق اللي لعب فيها كريستيانو رونالدو بينضم فيها جونيور للناشئين. لكن اعتقد برضو امر حلو، ناس كتير كانت فرحانه في السعوديه تحديدا بالموضوع ده او الخبر ده، وكان في ناس توقعوا اصلا ان ما قيل يعني قال لك ممكن كريستيانو يرجع وجونيور يكمل في السعوديه ويتم تصعيده يعني للفريق الاول. هل ده هيحصل ولا لا؟ طبعا لو عنده نفس الكفاءه او كريستيانو نفسه يكمله لغايه لما جونيور يلحقوا يلعبوا مع بعض، ما هو ما فيهاش في حاجه غريبه يعني، تخيل ايه ده، دي تبقى جميله بس او هتبقى غريبه اكشلي، بس يعني اعتقد ان هو لو عنده من نفس الكفاءه والفنيات اكيد هيبقى هم كسبوه طبعا. لكن انا ما اعرفش مستوى طبعا الكروي ازاي، مش كل اللعيبه على فكره اولادهم بيطلعوا بنفس المستوى، نادرا لما بتشوف نفس المستوى بيكون موجود. حتى لو انت رحت ديفيد بيكهام ولاده مش بنفس المستوى، منهم بيلعب كده وبيلعب عنده في النادي برضو لكن انتر ميامي، لكن مش على نفس المستوى الاحترافي. الوحيد اللي كان بالمناسبه ابا عن جد عندهم الموهبه لو انت فاكر باولو مالديني، يا سلام. طبعا اي سي ميلان رقم 3، والده كان لاعب كوره كبير جدا، ابنه دلوقتي كان بيلعب بشكل بروفيشنال يعني، فدي مش بتحصل كتير، لكن طبعا لو حصلت اكيد بيبقى مكسب كبير يعني. خلينا دلوقتي نتابع مع حضراتكم التقرير الاخير ده وكان نروح فاصل. هو بيتكلم عن افضل 10 لاعبين في التاريخ اصحاب القميص رقم 8 في الملاعب، هنروح نتابع وكان فاصل ونرجع نكمل.
الفقرة دي هنتكلم فيها زي ما كنا بنقول لحضراتكم في الخبر معانا في الانترو عن سلة الأهلي طبعا والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري بعد ما فزنا على الزمالك. كانت مباراة فيها تنافسية شديدة، يمكن النتيجة هي اللي أكدت ده لما اتكلمت في 64-60 كسكور، طبعا يعني بيأكد إن فعلا، وخلي بال حضراتكم برضو الأهلي إن كان قوي برضو بيلاعب منافس كبير الزمالك، لكن مباراة كانت الحمد لله نتيجتها لصالحنا. وطبعا هذه البطولة استضافتها صالة خليفة في البحرين. هنتكلم في كل الفنيات وهنتكلم عن كل التفاصيل اكيد والمستقبل كمان والبطولات المنتظره لسله الاهلي مع ضيفنا كابتن خالد مصطفى نجم الاهلي السابق لكره السله. بونجور يا كابتن. بونجور. اهلا بحضرتك. صباح الفل على حضرتك، منورنا. صباح الفل على حضرتك وعلى كل جماهير. طبعا كالعاده اي لقاء بيجمع بين الاهلي والزمالك هو لقاء قمه لوحده وديربي لوحده ايا كانت الرياضه. وبطبيعه الحال في كره السله دايما ماتشات الاهلي والزمالك بتكون على اشدها زي ما بتكون ماتشات الاهلي والاتحاد مثلا او الاهلي والجزيره. تعال نقف شويه عند ماتش الاهلي والزمالك ونعرف رؤيتك للمباراه دي ايه؟ ايه السلبيات وايه الايجابيات من الناحيتين وعلى صعيد الفرقتين؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المباراه بشكل عام يعني كانت طبعا يعني كان فريق الزمالك الفكره ان هو كان متقدم طول الجيم، وفي معظم اشواط الجيم كان الزمالك هو المتقدم، خلص الكوارتر الاولاني والثاني والثالث لصالحه. لكن الحمد لله الاهلي يعني الف مبروك طبعا لفريق النادي الاهلي الفوز ببطوله السوبر، قدر ان هو يخلص في اخر تقريبا يعني دقيقتين من الماتش، قدر ان هو الحمد لله يخلص الجيم لصالحنا يعني الحمد لله. وكانت مباراه صعبه لان فريق الزمالك فريق اعماره كلها صغيرين ومعهم مدرب كبير كابتن مرعي، قدر ان هو يعمل ميكس كويس ما بين اللعيبه وعندها روح قويه جدا. ففريق الزمالك بصراحه كان منافس شرس للاهلي، لكن الحمد لله ان فريقنا قدر ان هو يعني يخلص الجيم ويخلص البطوله لصالحه، ودي كانت مهمه جدا بعد خسارتين متتاليتين في كاس العالم وفي بطوله عربيه، فكانت خطوه مهمه جدا. يعني الحمد لله طبعا، بس كانت خطوه مهمه جدا ان احنا نقدر ان احنا نخلص البطوله دي الحمد لله لصالحنا. بس كابتن خالد اللي تابع المباراه شاف ان الزمالك كان شويه متقدم في بدايه الماتش، وبعد كده الاهلي قلب الترابيزه، خلينا نقولها بهذا الشكل. فابتدى الموضوع يختلف وابتدينا نلعب بتركيز قوي، وابتدى السكور يختلف تماما لغايه لما فوزنا. فعشان كده بنقول هي مباراه قويه فيها تنافسيه، لكن فكره ان انا اقلب الموازين كده على طول وابتدي احقق وابتدي زي ما مش هقول لك ريمونتادا، بس يعني حاجه كانت شبه كده، شفت ده فنيا ازاي؟ يعني هل كان متوقع برضو؟ ليه مش من الاول قدرنا ان احنا نسيطر شويه على المباراه، لا المنافس او الزمالك هو اللي كان مسيطر شويه؟ يعني هو ميزه يعني المدير الفني الفريق الاهلي مستر اوجوستي، يعني هو عنده يعني خبره شويه في ان هو يفنش الجيم لصالحه دايما. يعني في معظم البطولات كان او يعني في معظم الماتشات اللي بتبقى تاي بتبقى قريبه جدا من بعض، بيبقى دايما يعني اخر دقيقتين في الجيم او اخر ثلاث دقائق في الجيم بيبقى عليهم عامل كبير جدا في انك لو قدرت تركز كويس وكنت مركز اكتر من الفرقه اللي قدامك بالنسبه للعيبه والكوتش بتبقى مهمه جدا، بتفرق جدا في انك ازاي تخلص الجيم. فهو اوجستي عنده حته يعني عنده سنس شويه في الحته دي ان هو بيعرف يخلص الجيم في اخر دقيقتين او ثلاث دقائق في الجيم. برضو فيها شيء من الخطوره، فكره ان انت عشان تبقى بتراهن على اخر دقيقتين معنى كده ان انت لازم تبقى قبل الدقيقتين دول ماشي راس براس مع المنافس ايا كان مين هو. طبعا فما انت برضو في دايما مساحه كافيه لوجود مفاجآت غير متوقعه، فالى اي درجه التكنيك ده فيه شيء من الخطوره مثلا؟ يعني هو مش تكنيك، هو مش ممكن ما يكونش مقصود من يعني المدرب. بتصادف في كذا ماتش ورا بعض، بتصادف ان هو يعني دايما الماتشات اللي هي بتبقى الفرقتين قريبين من بعض جدا في المستوى دي بتبقى يعني بتبقى ليها حسابات تانية. يعني ما بيبقاش قصد ان هو يمشي مع الفرقه، طبعا هو نفسه ان هو يفرق من اول الجيم فرق 10 15 بونت 20 بونت يريح نفسه، بحيث ان هو يريح نفسه ويريح اللعيبه واللعيبه خلاص تهدى وتبقى ركبت الجيم ويبقى الماتش سهل. لكن مع الفرق اللي هي الكبيره او الفرق اللي بتبقى مستوياتها متقاربه دايما بتبقى عامل الخبره وعامل الرؤيه بتاعه المدير الفني دي بتفرق جدا في اخر، وبالذات تركيز اللعيبه كمان. يعني اللعيبه كمان يعني امبارح في اول امبارح في الماتش بتاع الفاينل كانت مركزه جدا في اخر، يعني هو يمكن طول الجيم اللعيبه مش يعني مش عارفه تسيطر على الجيم سيطره تامه وبتجري ورا فرقه الزمالك، لكن قدروا ان هم بشويه تركيز. يعني الكوره مثلا اللي عملها في اخر دقيقتين و20 ثانيه عمرو الجندي شوت 3 بوينت، كانت 3 بوينت مؤثره جدا هي اللي قلبت السكور.
هي اللي طلعتنا فرق بونت او باسكت عن فريق الزمالك. والكره اللي عملها المحترف مارك ليونز برضو عمل اسيست، عمل برضو داش دخل رائعه جدا، حط باسكت وخد فاول شوت شوطه فتعمل 3 بوينت بلاي. دي كانت برضو كره مؤثره جدا، دي اللي قلبت النتيجه. الكورتين دول في اخر دقيقتين وفي اخر دقيقه و40 ثانيه تقريبا، فهي كورتين ثلاثه في اخر الجيم هم دول اللي بيخلوك تفرق. لو فرقت 3 4 بونت في اخر جيم خلاص انت ركبت الجيم. فالحمد لله ان احنا قدرنا نركز في اخر شويه في الجيم وقدرنا ان احنا نقلب الماتش لصالحنا. يعني البطولات المحليه يعني لو هتكلم عن دوري او كاس برضو بتفرق مش بس في كره القدم الفريق الاول، لا في كل الرياضات دايما البطولات المحليه بيبقى ليها طابع برضو مختلف عند الجماهير. تحديدا هتكلم عن الاهلاويه، عملنا مشوار رائع جدا، موسم رائع جدا اللي فات، يعني اكثر من رائع كمان. الموسم ده بتوقع ازاي مع فكره كمان او اللي سمعناه التدعيمات الاخيره والصفقات اللي بيفكروا كمان هم يضموها للفريق؟ يعني احنا بدانا احنا كنا يعني لما لعبنا كاس العالم اللي فات ده كان البيك، كان هو يعني قمه المستوى بتاعه الباسكت بول، لان انت حضرتك بتلاعب فرق كبيره جدا، بتلاعب فرق يعني على مستوى عالي جدا، ابطال قارات، فكانت ده البيك بتاع الباسكت بول. فطبيعي ان يحصل الكيرف ينزل شويه بعد المباريات بالقوه دي وبالحجم ده وبالاكسبوجر ده وبالخبره دي، طبيعي ان الكيرف بتاع الفرقه صحيح. يعني عادي كنا بنتكلم في الحته دي شويه ان الكيرف بتاع الفرقه نزل شويه، وده شيء طبيعي جدا ان الكيرف ينزل. عشان كده ده يمكن ده كان العامل الاساسي ان الفرقه اتاثرت في بطوله العربيه، ان هي ما قدرتش ان هي تخلص البطوله رغم ان هي كانت احنا كنا من المرشحين الاوائل ان احنا ناخد البطوله صحيح. لكن ما قدرناش نخلص بسبب الكيرف، وده شيء طبيعي جدا. اللعيبه بتبقى مجهده واللعيبه بتبقى تعبانه وبتبقى نفسيا كمان مجهده، فده بيأثر على الكيرف بتاع اللعيبه. لكن لما لعبنا تاني قعدنا شويه كام يوم قبل ما استعدنا التركيز تاني، قدرنا ان احنا نطلع بالكيرف تاني بتاع الفرقه، وقدرنا ان احنا نكسب الجيم. وكانت كمان الميزه ان انت بتلعبي فرقه برضو محليه، يعني زي يعني في الدوري المحلي بتاعك فرقه كبيره طبعا ومنافس شرس، لكن خلاص انت دخلت بقى في اللعب المحلي تاني. طبعا الاهلي السنه اللي فاتت كان عنده ادفانتج ان هو الحمد لله قدر ان هو يخلص البطولات كلها بالظبط، فده كان مدي للفرقه ثقه ومدي فرقه، يعني حتى لو احنا خسرانين الكوارتر الاولاني والتاني والتالت كانت اللعيبه من جواها حاسه ان هي هتخلص الجيم لصالحها، وده بيفرق جدا العامل النفسي او الثقه بالنفس ان انت هتخلصي الجيم في اي وقت. مع التركيز الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نخلص الموضوع. عارف اللي بتتكلم فيه يعني مع الفرق، بس هو في يعني وكان في اسقاط على فريق الكوره في النادي الاهلي بلس 90، ان لغايه اخر ثانيه صحيح. ممكن النادي الاهلي يعني بلعبته يقلبوا موازين المباراه ايا كانت النتيجه قبلها. لا والموسم يا كريم هنا برده موسم كان استثنائي، وهنا في كره القدم كان موسم استثنائي، الاثنين خارجين من موسم رائع يعني. صحيح. في كره السله في مصر يعني من قديم الازل نقدر نقول ان في يعني مربع ذهبي شبه ثابت اللي هو اهلي زمالك جزيره اتحاد سكندري، احيانا بيزاحمهم سبورتنج السكندري. صحيح. هل ال 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 التوليفه دي اتغيرت؟ هل الترتيبه دي اتغيرت في الفتره الاخيره، ولا هم ثابتين برضو دول الاربع او خمس فرق الاقوى محليا؟ يعني هم طبعا الاربع فرق دول دايما هم اللي فعلا يوصلوا المربع الذهبي دايما بالظبط، بتبقى المنافسه دايما في اي دوري في معظم الدوريات هم الاربع فرق دول، وبيجي معاهم خامس فرق سبورتنج مثلا مره، سموحه مره، بس الاساس العظم يعني السكيلتون او العمود الفقري بتاع الدوري المصري بيتمثل في الاربع فرق دول، اهلي زمالك اتحاد جزيره. طب عبر السنين دي كلها ما كانش في مساحه لوجود فريق خامس وسادس وسابع يدخلوا ويزحموا كمان؟ سبورتنج واخد 2-3 دوري ورا بعض في من حوالي في 2000 ماشي، ما سبورتنج من ضمن الخماسي اللي احنا بنتكلم من ضمن الخماسي عليه. لكن بره الخماسي ده ايه الاخر؟ ساعات بيدخل فرق ثانيه، ساعات يخش لك مثلا زي ما بقول لحضرتك سموحه مثلا تخش، ساعات مثلا فريق الجيش مثلا تلاقيه داخل واخد برضه في المراكز المتقدمه، يجي مثلا كباتن مثلا بيبقوا مثلا يعني مثلا كابتن اشرف توفيق لما راح مسك الجيش برضه خد بيه مركز متقدم، يعني ساعات بيحصل الكلام ده، لكن الاساس هو ان اي فرقه من الاربع فرق دول بيبقى عندها القدره ان هي تكسب يعني في سنه من السنين، حسب بقى الحاله النفسيه بتاعت الحاله البدنيه، الحاله الفنيه بتاعت الفرقه، ومدى استقرار النادي نفسه من عدم بالظبط بالظبط. فاي واحد فيهم الباسكت بول مش زي القدم برضه، القدم يعني دايما يعني بيبقى فرقه او اتنين هم اللي بينافسوا على الدوري، لكن الباسكت بول لعبه اللي هو ايه يعني
ممكن اي فرقه تكسب في اي وقت. مفيش استقرار يعني او ثبات على مفيش فرقة. ثبات النهارده انا لو بلعب وحش حتى لو انا اقوى فرقه في الدوري واستهترت بالجيم او صحيح. لعبت في أيوة كنتش في حالتي ممكن اخسر حتى من فرقه صغيره. هو الباسكت بول كده ان انت ممكن تخسر من فرقه صغيره لو انت استهترت او انت كنت بتتدلع او انت ما كنتش في يومك. فهو هي لعبه الباسكت بول كده جيم ملوش كبير يعني انت لازم تبقى دايما مركز لازم تبقى دايما جاهز لازم تبقى دايما عامل حسابك ان انت نازل عشان تكسب. غير برضو الكره القدم الكره القدم مختلفه شويه عن صحيح. عن الباسكت بول. بص احنا يعني انا مش عايزه اقول ايامك لان ما انتش من بعيد يعني لا مش قوي يعني حاج خالد منور لكن برضو وقت لما كنت بتلعب حاسس ايه دلوقتي لما بتشاهد الاختلافات الموجوده؟ طبعا كنا بنتكلم مع بعض قبل الهوا وقلنا يمكن فكره الاحتراف الفكر الاحترافي اللي هو انت كمان الصفقات ان انت بتجيب صفقات كتيره اللعيبه المصريه او في الاهلي يسافروا وبعد كده يجوا الإعارة مرة تانية دي ما كانتش بنسبة كبيرة موجودة. كان كمان المدربين الفنيين كانوا محليين أكتر أو يمكن كانوا محليين فقط ما كانش في خبرات أجنبية قوي زي دلوقتي. يعني خلينا نعرف منك الفوارق حاليا في كرة السلة عن زمان. يعني الاحتراف دلوقتي يعني خد شكل تاني في الباسكت بول. يعني الباسكت بول زمان على أيامنا يعني في الاجيال اللي بتاعت زمان كانت 3 4 سنين يعني بقول لك الحاج خالد منورنا ربنا يديله الصحه بتاعت زمان ايامنا. يعني كان الموضوع الاحتراف مختلف شويه ما كناش برضو على نفس الوتيره بتاعت دلوقتي في احتراف بمعنى الكلمه في شركات متخصصه في ان هي تبقى وكيله لاعبين. الكلام ده ما كانش موجود زمان صح. يعني احنا لما بدانا الموضوع كان ما فيش ايجنت للعيبه ياخد هو اللي يكمل التعاقدات بتاعه اللعيبه. ما فيش حاجات معترف بيها دوليا في الحته دي بالذات. النهارده بقى في سوق للاعبين بقى في سوق بقى في فلوس اقتصاد كامل للاعبين سبونسرز اللعيبه نفسها بقى لها ثمن. يعني زمان اللعيبه ما كانش برضو الفلوس ما كانتش كبيره قوي زمان ايامنا احنا ما كانش المواضيع كانت الموضوع كويسه اي نعم وكل حاجه بس مش زي دلوقتي احنا بنتكلم في ملايين اسعار اللعيبه في تنقلات كل سنه ما بين الانديه. هل نتج عن الزخم ده كله تغير ملحوظ في كواليتي اللعيب المصري في كره السله؟ يعني بعد وجود ايجنتس وسبونسرز و و و مش برضه يعني مش زي المطلوب. يعني ده مطلوب ان احنا اللعيبه تبقى محترفه اكتر من كده يبقى على مستوى الاحتراف اعلى. ايه اللي مانع ان المطلوب ده يتحقق لغايه النهارده؟ الفوكس او ان اللعيب يبقى هو شغلانته الوحيده ان هو يكون بيلعب باسكت بول. يعني انت النهارده لما بتتفرج على الام بي اي مثلا في امريكا اللعيب ما بيعملش حاجه غير ان هو بيلعب باسكت بول. هنا بيشتغل هنا ممكن يروح الصبح للشركه يمضي ويقعد ويوصل ابنه المدرسه ويرجع وبعد كده يجري على التمرين عشان خاطر يلحقه. الكلام ده مش موجود بره. فاحنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا الحته دي ان احنا لعيب الباسكت بول هو بيلعب باسكت بول بس. وفي ناس بتعمل له بقى كل حاجه تانية. ناس بقى هي اللي بتوصل ولاده المدرسه، ناس مش عارف بتعمل له ايه، لكن هو يبقى الفوكس بتاعه ان هو الصبح يقوم من النوم لحد ما ينام ما بيعملش حاجه غير انه بيتدرب. احنا لسه قايلين يا كابتن خالد دلوقتي ان بقى في رعاه وبقى في سبونسرز وبقى في فلوس وانتقالات واحتراف ووكلاء لاعبين الى اخره. مش معنى الكلام ده ان المفروض يبقى في الفلوس اللي تخلي اللاعب يتفرغ تماما للاحتراف في اللعبه؟ والله بص المايند سيت بتاع المصريين هنا يعني الشعب المصري او بتاع اللعيبه المصريين ان انا لازم اكون بعمل حاجتين مع بعض. يعني ما ينفعش ان انا العب باسكت مثلا لوحده. حتى السالري ما هو المرتب برضه اللي هياخده مش هيبقى كافي بيتهيألي مش كومبيرنج للخارج. لو يعني لو كفيناه بقى يعني لو كفيناه بالظبط لو كمان حصل يعني تركيز تام في الموضوع ديفنتلي او يعني اكيد هيحصل نمو اكتر. يعني حتى النهارده مش هم كام لعيب مثلا اللي بياخدوا الملايين والباقي بياخد مثلا حاجات افريج. لا مستوى الفلوس ومستوى العروض هتعلى اكتر كمان. ليه؟ لان مستوى العام بتاع اللعيبه هيعلى. النهارده انا لما بكون مركز 100% في الملعب ما بعملش حاجه ثانيه اكيد مستواي هيعلى لان صحيح. انا مركز في دي بس مش مركز في ان انا اروح الشغل الصبح وبعد الظهر اروح التمرين. فطبعا ده هيعلي سوق اللعيبه وهيعلي ثمن اللعيبه هيخلي الناس بره تشوفنا بمستوى احسن يبتدي يجي عروض من بره اكتر. لان اللعيبه ما بيعملش حاجه ثانيه غير ان هو بيتمرن. هو بس بيصحى يتمرن لحد ما بينام بيتمرن او بيلعب ماتشات. فطبعا دي هتفرق جدا معانا الفوكس ان احنا نبقى مركزين 100% في اللعب ومركزين 100% في الاحتراف او في عالم الاحتراف في الباسكت. والاداره الفنيه الاجنبيه هل يعني بقت او خلتنا في استغناء عن الاداره المحليه؟ لا طبعا يعني دي خبرات بتجيلنا سواء مثلا المدربين الاجانب اللي بيجوا يمسكوا منتخب مصر او بيجوا يمسكوا فريق الاهلي او فرق الثانيه غير نادي الاهلي. كل دي بتدي خبرات للعيبه بتوعنا ازاي الناس دي بتفكر ازاي الناس دي بتشتغل. لان يعني الناس دي بتبقى جايه مثلا مستر اوجستي كان راجل بيمرن في الدوري الاسباني
كان اشتغل في برشلونه، فاشتغل في اعلى ليفل في الباسكت بول في اوروبا. فده دي خبرات بينقلها للمدربين بتوعنا وبينقلها للعيبه بتوعنا. اللعيبه بتفهم ازاي تفكر وهي بتتمرن وهي بتلعب، وهي كل دي خبرات بتتنقل. لكن ده طبعا لا يغني عن ان المدربين المصريين يبقوا دايما في تطوير، ودايما يبقى عندنا مدربين مصريين كويسين، لان احنا طبعا يعني مش كل الفرق هتقدر تجيب مدربين اجانب. صحيح. فالمدرب المصري مهم جدا ان هو يثقل، ومهم جدا ان هو يستفيد من الخبرات اللي موجوده، عشان هو بعد كده اللي يمسك الدفه مكان المدربين الاجانب. لغايه لما نوصل بقى للمرحله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، ودي طبعا مرحله لازم نوصل لها لمليون سبب والمليون اعتبار، بس لغايه لما ده يحصل ويبقى عندنا المدرب الوطني المصري في كره السله اللي زيه في الكفاءه والقدره زيه زي اي خبير اجنبي احنا بيتم جلبه من الخارج، لغايه لما نوصل للمرحله دي الاسماء والخبرات الاجنبيه المدراء الفنيين اللي بتستعين بهم الفرق المختلفه او حتى المنتخب المصري ما بنسمعش كتير ليه ان في حد منهم جاي من امريكا، علما بان امريكا وانت سيد العارفين هي سيده الرياضه دي وسيده اللعبه دي واقوى دوري للمحترفين على مستوى كره السله العالميه، ولا بيحصل واحنا اللي مش متابعين قوي؟ بيحصل اوقات، يعني احنا زمان كنا بنجيب مدربين امريكان كتير، يعني مثلا كان زمان مدرب منتخب مصر لعب كاس عالم سنه 94 كان امريكي، كان امريكي، كان هو اللي بدا الاسس بتاعه الباسكت، كان روبرت تايلور، مستر روبرت تايلور ده كان هو من اقدم المدربين اللي جت مسكت منتخب مصر، وهو حط اسس للتدريب، علم المدربين المصريين ازاي يشتغلوا بالسيستم الامريكاني. لكن احنا دلوقتي بنعتمد اكتر على المدارس الاوروبيه، يعني احنا عندنا بروتوكولز ما بين الدوري الاسباني، حتى احنا بنذيع الدوري الاسباني في مصر هنا، فقريبين اكتر للدوري الاسباني، قريبين اكتر للفرق الاوروبيه، عشان كده احنا يمكن اليومين دول بنستعين بالمدربين الاوروبيين، وبعدين كمان اسعارهم يمكن مش زي اسعار المدربين الاجانب. النهارده انا لو جبت مدرب اجنبي من فرقه ام بي اي كبيره مش هياخد زي مدرب اجنبي جاي من فريق مثلا في اسبانيا، فريق مثلا برشلونه ولا فريق مثلا ريال مدريد. طبعا احنا مش هنقدر نجيب المدير الفني الاساسي بتاع الفرقه دي، لان ده بيبقى ياخد ارقام كبيره جدا احنا مش هنقدر عليها. لكن دايما بنجيب مثلا بيبقى الاسيستنت بتاعه مثلا بيبقى اشتغل مع المدربين مثلا الكبار. لكن طبعا عشان نجيب اسامي كبيره من الدوري الامريكي او الام بي اي يقول لك الغاوي ينقط بطاقيته، ما طاقيته دي كبيره فاضيه للدرجه دي، طاقيتنا احنا مش كبيره قوي كده. الطاقيه كريم مهويه الضربه والدولار كمان النهارده يعني سعره كبير علينا. فالنهارده عشان ندفع لمدرب مثلا نص مليون دولار في الشهر ولا مليون دولار في الشهر، ده طبعا هيبقى ارقام كبيره جدا. يعني الاسعار كده طبعا الفرق الام بي اي بيدفعوا الارقام دي يعني. لكن احنا هندرب بقى يعني هندرب الفتره اللي جايه. فطبعا ده يعني بيبقى على قد ايدينا، يعني مدربين الاوروبيين برضو اسعارهم متهاونه شويه يعني. لكن باسكت بول الاوروبي باسكت بول محترم جدا، واحنا قدرنا ان احنا نستفيد منه الفتره اللي فاتت دي عن طريق مستر اوجوستي، قدر ان هو يعمل طفره في الباسكت بول في النادي الاهلي. الحمد لله كسبنا بطولات كتير جدا السنتين اللي فاتوا، وان شاء الله الفتره اللي جايه كمان نقدر ان احنا نكمل باذن الله نفس السياق. طيب يعني كابتن خالد، عندي برضو سؤال، وعايزين برضو نقارن بين الفتره اللي فاتت ودلوقتي او الازمنه اللي فاتت ودلوقتي، يعني كره السله سيدات كمان الدنيا واصله معاهم من وجهه نظرك كده لمرحله جيده ولا لا، كومبيرنج للفتره اللي فاتت السنوات الماضيه، وفي نفس الوقت المزج اللي بيحصل ما بين دلوقتي الاعمار المختلفه اللي هي بتجيب لك الخبره وبتجيب لك صغر السن اللي برضو لسه عنده الطموح وعنده الكفاءه وعنده زي ما تقال الاراده، يعني ده بيفرق برضو في الفرق، بيدي قوه للفريق بشكل كبير. هو يعني كره السله البنات بتوعنا هايلين يعني. صحيح. يعني بصراحه عاملين شغل كويس جدا، وعاملين بيكسبوا بطوله افريقيا وبيكسبوا بطوله، بيخشوا بنفسه في 3-on-3 في بطوله العالم. عندنا لاعبات ممتازين الحمد لله في المنتخب وفي النادي الاهلي، فطبعا عندنا سوريا مثلا. سوريا رائعه، كان عامل لها فيديو قريب. يعني كليوباترا الدوري المصري خدت حتى اللقب ده في كاس العالم 3-on-3. شويتها ماهره ولعيبه كويسه قوي، فعندنا اسامي حلوه جدا في البنات، والبنات عندنا ما شاء الله يعني مهتمين بالباسكت بول، يعني حتى لما بتروحي تتفرجي على اي تمرين ولا اي برايفت ناس بتتمرن بتلاقي البنات دايما اكتر من الاولاد في التدريب. فلا البنات عاملين شغل كويس قوي، واعتقد ان شاء الله كمان عندنا نادين سلعاوي مثلا لعبت في الان سي دبليو اي وعملت ارقام كويسه قوي في الدوري. عندنا بنات الحمد لله بيطلعوا يلعبوا في الانسيد. صح.
ابن كابتن سلعاوي استضفناها قبل كده. ما شاء الله عليها. والدها ده كان من اساطير كره السله. اسطوره كبير طبعا. الفتره دي كانت فتره عظيمه في كره السله المصريه جدا حقيقي يعني. كانت حتى ماتشات يعني على مستوى الفرق وعلى مستوى المنتخب. بطبيعه الحال المنتخب كان كالعاده قوامه الرئيسي الجزء الاكبر من لعيبته من الاهلي والزمالك وبرضه من الاتحاد والجزيره. لكن الزمن ده كانت كرة القدم حتى على الصعيد الشعبية كانت الحقيقة ليها صدى كبير قوي. ليه دلوقتي مش زي زمان؟ كان واخد زمان فعلا يعني. الباسكت بول كان الاكسبوجر بتاعه كان كويس قوي زمان. كان فيه اهتمام باللعبة. كان الماتشات نجوم كبار. كان فيه نجوم كبار وكان فيه نجوم سلعاوي وعمرو وردة وناس كتير. كابتن مدحت وردة. كابتن سلعاوي. كابتن الوالد برضه. جيل ما انا جيل الابهات خلي بالك. طبعا. كابتن خالد بخيت، كابتن هاني عبد المنعم، كل دول نجوم كبار طبعا يعني. كان جيل حلو قوي. عماد محمود في الاتحاد السكندري، عمرو ابو الخير في الاتحاد السكندري، كابتن احمد اسماعيل، نجوم الاهلي يعني. كانت يعني طبعا مش عايز انسى حد من النجوم الكبار دول. مدربينا كلهم يعني مع كامل احترامي ليهم يعني كانوا نجوم كبار ولعبوا ضد نجوم كبار برضو في الايام دي. طبعًا. لعبوا ضد مايكل جوردن ولعبوا ضد ديفيد روبنسون ايام في اولمبيك جيمز في 86 في 84 تقريبا في اولمبيك جيمز في لوس انجلوس. وكانوا بيسافروا يلعبوا بطولات، بيلعبوا ماتشات كتير مع فرق في الدوري الامريكي. كان في سفر كتير وكان في احتكاك كتير مع فرق كبيره ومع دوريات كبيره. دلوقتي يمكن محتاجين ان احنا نرجع الحته دي تاني. محتاجين ان دايما يبقى عندنا منتخب او الفرق بتاعتنا بتلعب ماتشات كتير مع فرق بره، بتسافر كتير تلعب في امريكا، بتسافر تلعب مع فرق القويه، لان ده بيعلي المستوى بتاع اللعيبه وبيخلي اللعيبه تعرف ازاي تحتك مع اللعيبه الكبار وتعرف ازاي تلعب اللعيبه دي. فيخلينا لما نيجي نلعب ماتشات دوليه مع منتخب مصر ونلعب بطولات كبيره يبقى احنا خلاص، يبقى احنا اوريدي خدنا على اللعبه مع الناس دي، نعرف نلعبها ونعرف نكسبها بعد كده. فالاحتكاك مهم جدا. ده كان موجود زمان اكتر من دلوقتي بكتير. عشان كده يمكن كان الباسكت كان واخد اكسبوجر اكتر وكان فيه نجوم. ولو اني دلوقتي مع السوشيال ميديا يمكن ايهاب امين ما شاء الله نجم كبير في النادي الاهلي، عامل صدى كبير جدا على السوشيال ميديا وعنده حجم اعلامي كبير جدا. لعيبه كتير، عاصم مرعي ما شاء الله برضو عامل شغل حلو قوي في اوروبا، محترف محترف في اوروبا واحترف في الدوري دلوقتي، بيلعب في الدوري في كوريا دلوقتي. ففي اكسبوجر دلوقتي السوشيال ميديا. ممكن محتاجين صناعه النجوم. صناعه النجوم مهمه جدا. محتاج يعني لازم يبقى عندك دايما في نجوم في اللعبه طبعا عشان المنتخب كمان. ده كل ده هيفيد صحيح. عشان المنتخب وعشان خاطر ده بيخلي فيه اكسبوجر على اللعبه. ده بيخلي الناس تتابع العالم يتابعك. صحيح. ليه؟ لما يبقى عندك نجم كبير يعني. حتى يمكن الامريكان يعني شاطرين قوي في الحته دي، ازاي ان هم يلمعوا نجم، يخلوا النجم ده الناس تتفرج عليه، ويخلوا النجم ده ازاي السبونسرز يبتدوا يجروا وراه. سبونسرز سواء بقى لبس بشكل فردي، ده حتى خارج اطار المنافسه. فاكر فريق هارلم؟ هارلم خطير. هو في كده في الدنيا؟ لا، هارلم ده كان فريق خطير لحد دلوقتي. هارلم طبعًا. يعني تستمتع وانت تتفرج عليه. هو استعراضي اي نعم، بس لا، امكانيات حاجه خلابه الحقيقه. بالظبط. عموما احنا سعدنا جدا بوجودك معانا. نورتنا يا كابتن خالد. ان شاء الله نلتقي على خير قريب ان شاء الله. نورتنا يا كابتن خالد. واكيد هنتقابل تاني ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر حضراتكم على متابعه الفقره دي. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. اهدي بقى الفقره اللي عندنا فيها كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم وضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا عن مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في طبعا ذهاب الدور ربع النهائي من بطوله الدوري الافريقي اللي انتهت زي ما كل حضراتكم عارفين بالتعادل بهدفين لكل فريق. احنا كلنا في انتظار مباراه العوده في القاهره. هنقف بقى شويه عند تحليلنا للاداء الفني للماتش اللي فات والاستعداد للماتش اللي جاي. ده الملف اللي هنفتحه مع ضيفنا كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد وبنتشرف دايما بوجوده معانا في 10 الصبح. اهلا كريم. اهلا بيك. صباح الفل يا كريم. مسيو ماهر. صباح الخير يا نهاوند. صباح الحمد لله على السلامة. لكريم بقى. لكريم طبعا وليكي طبعا. الله يسعدك. اجازة سعيدة يا رب. الله يسعدك. ألف سلامة يا كريم. ما كانتش اجازة سعيدة. معلش. حضرتك مش غريب ما خبيش عليك. ألف سلامة عليك. الله يسلم حضرتك. ربنا يخليك. كابتن ماهر طبعا يعني خلينا نتكلم طبعا زي ما احنا متعودين وبنحلل وبنتكلم دايما بمصداقية. المباراة
اللي كانت بين الأهلي وسيمبا على أرضهم لم تكن الأفضل. في فرص ضاعت؟ آه. كان ممكن نخلص الجيم من الشوط الأول؟ أيوة. طب الوضع ده هيستمر معانا بقى في العودة ولا لا؟ بالعكس هتظهر بصورة أفضل وسط جماهيرك، عوامل أفضل، يعني لما تيجي تحسبها بالورقة والقلم تقول الحمد لله أنها عدت على كده بهذا أو هذه النتيجة، بس نعوض بقى هنا. رأيك إيه؟ زي ما تفضلت كده نهواند وقلت إن هي مباراة الحمد لله طلعت مباراة إيجابية بالنسبة لنا، النتيجة يعني شبه عادلة، لكن كانت ممكن تتغير أكتر لصالحنا في الشوط الأولاني. وضيع الفرص اللي هي الحدوتة بقى اللي احنا يعني اتكلمنا فيها تكرارا ومرارا في فترات كثيرة جدا، ضياع الأهداف السهلة. يعني كان ممكن ضياع البطولة في موسم من المواسم. بالضبط كده طبعا. يعني ممكن الشوط الاولاني كان يخرج مثلا لصالح النادي الاهلي بثلاث اهداف، وخصوصا ان الحته اللي قدامنا اللي احنا بنعتمد عليها الهدافين اللي موجودين في صفوف وتشكيله النادي الاهلي هم اللي بيضيعوا لنا الاهداف. يعني بتستاو ما كانش فرصه وفرصتين كان ممكن يقدر يغير لنا شكل المباراه وشكل النتيجه، لكن هو كده بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق في اوقات كثيره جدا خصوصا للمهاجمين. طبعا قبل المباراه كان عندنا بعض الغيابات المؤثره، يمكن قبل الهوا كنت بتكلم مع كريم بتكلم معاكي ان بعض الغيابات المؤثره بشكل كبير جدا وخصوصا في خط الظهر، عندنا عنصرين مهمين جدا، علي معلول بظروفه عدم يعني بعد الحاق يعني الفريق ظروفه خارجه عن ارادته يعني بصراحه يعني بالنسبه للطيران. والكدمه اللي حصلت لمحمد عبد المنعم اللي هو ما قدرش ان هو يلعب المباراه والراجل فضل ان ريحه. يعني مش عارف الى اي مدى هتتفق معايا او تختلف في التفصيله دي، النقطه اللي حضرتك ذكرتها دي بالتحديد، هو احنا مش المفروض ان احنا دلوقتي عندنا بدل السكواد اثنين بالزبط. يعني المفروض اللي يغيب ما نحسش قوي بغيابه بالظبط، لكن في حاجات اساسيه يا كريم، يعني في عناصر مؤثرين زي علي معلول زي محمد عبد المنعم في خط الظهر، ودول قوتين ما بنقللش من قيمه المجموعه الاخرى زي ما انت تفضلت كده وقلت ان احنا عندنا ما شاء الله بدل الفرقه فرقتين وبدل البديل اثنين وثلاثه طبعا، لكن في حاجات بتبقى يعني زي ما بتقول في ناس موجوده زي رمانة الميزان يعني قواعد اساسيه خصوصا لما بيتكلموا على يعني استراتيجيه الفريق او تكوين الفريق، بيبقى في قاعده موجوده من تحت لقدام منها قلبي الدفاع والظاهرين. يعني بيقول لك ان لما يحصل يعني عدم وجود عنصر او اثنين في القاعده دي بتاثر يعني بتسمع في الاداء بالظبط يعني. وبعدين كمان الجزء الامامي كراس الحربه واللعيب المحور او لعيب ثمانيه، وامام ما كانش موجود برضك من ضمن اللعيبه اللي اثرت معانا بشكل كبير برضك موضوع راس الحربة. يعني لما تيجي تتكلم على القواعد الأساسية اللي بتعتمد عليها الأربعة على خط الظهر إذا كان في عنصر في نص الملعب وعنصر مثلا في راس الحربة، ده اللي انت بتقدر تعتمد عليهم بشكل كبير جدا في تشكيلة الفريق وقوام الفريق. فالنهاردة لما عندك خبرتين بهذا الشكل مش موجودين في خط الظهر ده بيأثروا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر. يعني معلول بيأثر مع منتخب تونس، محمد عبد المنعم بيأثر مع منتخب مصر. وانا كنت لسه بتكلم بقول بقى عندنا مشكلة في الحتة بتاعت قلبية الدفاع دي يعني ما بتطمنش زي الأول. يعني في منتخب مصر حجازي يمكن مصاب، الونش في الزمالك مصاب مقصر بشكل كبير، ادي محمد عبد المنعم كمان الثالث بتاعهم مقصر بشكل كبير، لكن ده ميقللش من قيمة الموجودين. وفي نفس الوقت كمان احنا كان شوط جيد جدا بالنسبة لنا من ناحية التشكيلة، من ناحية الأداء، من ناحية أضاعة الفرص لأنها ضربة جزاء، ثم طبعا جول رضا سليم اللي أنا بعتبره راجل المباراة. يعني رضا من ضمن اللعيبة اللي تحس بيها كريم إنها غيورة، تحس بيها إنه بيأدي داخل مصر وخارج مصر له شخصية إجماع على جودته كلاعب بالظبط. فهو من الاختيارات الجميلة اللي مستر كولر بصراحة قدر يضيفها بشكل كبير على التيم هو وإمام، وشفنا تأثيرهم. يعني الاثنين لما موجودين بيعملوا لنا حيوية ونشاط بشكل كبير جدا في أداء النادي الأهلي. لكن خرجنا الشوط الأولاني يعني 1-0 لجول رضا طمنا بعض الشيء. الشوط الثاني حصل بقى طبعا سيمبا اتغيرت، التغييرات اللي عملها الهيد كوتش
أثرت بشكل كبير جدا. بقى في سيطرة بالنسبة لهم على نص الملعب في الاستحواذ، بدأت الهجمات بتاعتهم تبقى مؤثرة على النادي الأهلي. الكور الثابتة، ودي مشكلة النادي الأهلي بقى، مشكلتنا احنا في الكور الثابتة ازاي نتعامل معاها. يعني كور الثابتة يا كريم، وطبعا دي ملحوظة اكيد مستر كولر حطها في الحسبان، اكيد مليون في المية هيشتغل عليها الفترة الجاية، لان هما ما عندهمش اي يعني اي اختراق او اي حافز غير كور الثابتة، لانهم عندهم عنصر الطول والقوه طبعا. فبيقدروا يستغلوه بشكل كبير. فالجول الاولاني اللي دخل فينا كان واضح ان مفيش رقابه، مفيش تنظيم دفاعي لرباعي خط الظهر، وراس الحربه موجود داخل السكس ياردة، لما الكره رجعت له ما حدش مراقبه، لعبها بدماغه. ده الجول الاول. بعد كده بداوا يتحمسوا. الجول الثاني ضربه ثابته برضك كورنر، والرقابه بس يمكن التنظيم ما كانش موجود داخل ال 18 بالنسبه للراجل الموجود على القائم الاول بالنسبه للشناوي، لازم حد بيحمي القائم الاول، حد بيحمي السكس ياردة، والباقي كله بيبقى رقابه من تو مان مع اللعيبه الاخرى. ده قلناه على فكره في المباراه الاخير لما كنا بنتكلم ان الشناوي شال 3 4 اجوال محققين، يعني قلنا يا جماعه عايزين لما نيجي نتكلم عن مباراه سيمبا ما يبقاش الموضوع متروك للشناوي للحظات الاخيره يعني طبعا. ف وده اتكرر ما اتكرر ما هي دي بقى برضك من ضمن الحاجات يعني النهوند اتكلمت في نقطه فنيه يعني مميزه جدا بتاعت الشناوي، لان فعلا لو الشناوي مش بيقظته وبخبرته كان ممكن الجيم يوصل يعني نخسر بثلاث اهداف، او كان هيبقى صعب ان احنا نعدل يعني صحيح. يعني هو كان جاب الجول الثالث كان هيتبقى برضك مشكله. لا هو جماهير بتبقى متعشمه ان الكوره ما توصلش للشناوي اصلا، احنا مش عايزين الشناوي يتعرض حتى للاختبار يعني مش عايزينه الكوره تقرب من ناحيته. طيب في اجماع على ان الشوط الاول كان في اهدار لفرص كتيره، على الاقل 3 اهداف محققين، ده فتح كلام كده يعني بالميت في 3 اجوال كان ممكن يتسجلوا. لما تبقى مش مجرد فرصه رايحه، لما تبقى فرصتين 3 4 5 6، ده بيبقى عدم توفيق زي ما حضرتك صنفتها في الاول، ولا بيبقى عندنا مشكله في الفينيشنج، ولا عدم تركيز، ولا الضربه جايه منين في الحاله دي؟ هو كل مباراه طبعا كريم ولها ظروفها، لكن هو المباراه الخارجيه اللي بالشكل ده وتتخلق لك الفرص دي، يعني انت تملي تبقى انت عارف انك انت رايح بره في افريقيا، بيبقى الفرصه عزيزه قوي طبعا. لكن النص فرصه سبحان الله. المباراه دي كانت المساحات يعني خاليه بالنسبه لنا، عندهم مشاكل هم في خط ظهرهم، حته الباكين مساحات وراهم بشكل كبير فاضيه، تنظيمهم الدفاعي بيبقى على اقل مستوى، كافراد برضك فيهم ضعف بشكل كبير. يعني عايز اقول ان كلنا شفنا الشوط الاولاني قلنا فرصه بقى ان احنا المشاكل اللي موجوده عندهم في الحاله الدفاعيه ازاي نقدر نستغلها احنا باحراز الاهداف، وخصوصا ان احنا عندنا ما شاء الله يعني الخط مليء بالهدافين يعني كهربا تاو رضا، لكن هو توفيق تاو في المباراه دي ما كانش موفق في الفرص اللي جات له. يعني هو كمان لما جات له الفرصه الاولانيه وهو تحت 3 خشبات، ودي عدلته الحاجات اللي هو بيحبها البليسنج اللي بيعمله بشكل جيد، لكن سبحان الله يعني كان تقديره في اللعبه ما كانش موفق فيها. وعايز اقول لك حاجه كريم، لما بيروح المنتخب مع جنوب افريقيا وبيرجع بعديها بيومين 3 وتبقى في مباراه زي سيمبا، ما بنحسش بتاو بقيمته. يعني مباراه العوده هيبقى فيها برضك شيء من الاستشفاء بعد الراحه، فاكيد تاو هيقدر ان شاء الله باذن الله يعوض لنا الاهداف اللي ضيعها مستنيينه في المباراه الاولى. نستاذنك بقى نروح شويه للملف التحكيمي، في يعني نتكلم شويه عن الاداره التحكيميه لماتش الاهلي وسيمبا. معانا على التليفون كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على الهواند والكابتن الكبير الكابتن ماهر همام نجم كابتن ناصر اهلا بحضرتك. صباح الهنا يا كابتن ناصر، كان لازم تكون معانا بصراحه، لان مهم نقرا يعني الصوره من حضرتك، لان اختلف فيها الاراء. كنا لسه بنتكلم انا وكريم عن الموضوع ده، ناس قالت لك كان ماتش رائع جدا وما فيش مشاكل تحكيميه يعني او تكاد تكون قليله جدا، والبعض الاخر قال لك لا هي مباراه رائعه جدا تحكيميا، فكنا لازم نعرف وجهه نظر حضرتك طبعا. اولا يعني ما اعتقدش ان حد اختلف في اداء الحكم يعني هوان،
خاصة في الدقيقة 34 ركلة الجزاء الصحيحة اللي هي أنا لحد دلوقتي أنا مستغرب الحكم يعني ما حسبهاش. وعلى الرغم من أن الفار استدعاه في الحالة ديت، حالة من أسهل الحالات التحكيمية اللي هي ركلة جزاء صحيحة. الغريب أن الحكم كان قريب جدا جدا يعني هوان، وعنده زاوية رؤية واضحة جدا يعني ما عندوش أي مبرر أن هو ما يحتسبش الفار. ومع ذلك كان عندنا على الفار الحكم الجزائري برهام استدعاه في اللقطه ديت وجابه، والحاله واضحه جدا الركل المدافع سيمبا لكهربا بحيث كهربا لاعب الاهلي، وجاب له افضل لقطه يعني الفار جاب له افضل لقطه للمخالفه، للاسف الحكم راح شاف ورجع ما حسبش ركله الدفاع. الحكم يعني الكلام على التحكيم دي حاجه انا بستغرب لها يعني هذا الحكم يعني انا يعني لجنه الحكام المفروض زي توقف مرتين يعني ما توقفش مره واحده. مره لان هو كان قريب جدا وعنده زاويه رؤيه واضحه وما قدرش يقدر المخالفه طبقا للقانون وفهم القانون، المره الثانيه لما الفار استدعاه. هو انا اسال سؤال، هو الفار حضرتك موجود عشان خاطر بالظبط؟ والله كلنا عايزين نعرف، لان بتحس برضو كابتن ناصر البعض الحكام بيحسوا ان دي حاجه تقلل من هيبتهم مثلا او من مكانتهم. بالعكس يعني مفيش حاجه اسمها كده خالص، انا دي مش فاهماها حقيقي. بالظبط كده يا هواند، هو الحكم احيانا بيبقى ليه، هقول لحضرتك ليه، نقطه مهمه قوي، هم بيحاسبوه على ان هو لما بيروح للفار معنى كده انك انت في التقييم بتقل في الدرجه، خاصه لو الفار غير لك القرار. وده مفهوم المفروض يبقى الاتحاد الافريقي حريص عليه، ان هو يفهم الحكام الوصول للعداله افضل من انك انت تاخد تقييم عالي في المباراه. ولكن زي ما حضرتك قلت كده، هو اللي بيبقى رايح للفار هو بيبقى يعني حزين، لان هو بيحاسبوه على الاخطاء ديت. كل ما الحكم راح للفار يا نهوان بيقل في التقييم. يعني كل مره بيروح لي فيها الفار بالمراجعه هنا في التقييم، التقييم للحكم بيقل في الدرجه. وبذلك انا المفروض انا فاهم الحكم، مش مشكله لما تروح للتقييم، المهم انك انت يبقى في عاده. صحيح. هقول على حضرتك حاجه مهمه جدا، وكابتن ماهر همام وكريم معايا، كان معمول كورس للاتحاد الافريقي للحكام المحترفين اللي هم هيحكموا اللي هم الدوري السوبر. الكورس لسه يعني كان في شهر 10. يعني انا بستغرب لما يكون في كورس ليكم والمفروض انتوا كلكم كحكام وحكام فار المفروض توحيد القرارات في المعايير، لما يختلف الحكم بقى مع حكم الفار في لعبه واضحه جدا جدا، السؤال يعني وانتوا كنتوا في الكورس بتاخدوا ايه؟ يعني دي مشكلة الحكام للأسف الشديد. عاوز أقول إن الحكم كمان شخصيته ما كانش على مستوى المباراة، سمح بالاعتراضات كتيرة قوي 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 لعيبة سيمبا على أي قرار كانوا بيعترضوا على قراره، وما كانش بياخد أي إجراء في الملعب. هو احنا ليه يا كابتن ناصر بشكل عام، وانا هنا مش بتكلم على الماتش ده والاداء التحكيمي فيه ولا حتى على البطوله دي بعينها، انا بكلم حضرتك افريقيا، ليه عندنا يعني نوعيه معينه من الاخطاء التحكيميه غريبه شويه؟ يعني بطبيعه الحال في اكيد مساحه كافيه لوجود مثلا ايه عدم تقدير الموقف مظبوط، ما كانش واقف في زاويه تسمح له بالرؤيه، في مساحه للاخطاء البشريه بكل حال من الاحوال، لكن نوعيه الاخطاء التحكيميه افريقيا ما تلاقيهاش غير افريقيا، ليه؟ شوف كريم اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهو لجنه الحكام في افريقيا مستعجله قوي 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 على الحكام. بمعنى ايه؟ احنا عندنا حكام طبعا انت عارف التحكيم بيبقى الحكم ليه خبرات كبيره، عنده موهبه كبيره، هم مستعجلين ان هم يطلعوا صف ثاني بسرعه صغير السن عشان خاطر يقولوا ان احنا بنشتغل بشكل واحد. الحكم خلي بالك زيه زي اللاعب، محتاج ياخد فتره، محتاج ياخد خبره، محتاج ان هو ياخد ثقه، ودي مهمه جدا جدا جدا. هقول لك على حاجه مهمه، يعني هذا الحكم اللي هو البريطاني دحام بيدا يعني كان عنده فرصه كبيره جدا جدا في ظل وجود المباراه الافتتاحيه، وجود رئيس لجنه الحكام ولينا موجود، كان موجود، كان عنده فرصه كبيره جدا جدا ان هو يعبر عن مستواه ويقدم ردود كويس قوي قوي قوي. ما كانش ليه حج ابدا ابدا بهذا المستوى. المشكله في ايه؟ ان الحكم اتفاجئ بالمباراه، مباراه كبيره، مباراه جماهيريه افتتاحيه، وبالتالي كان اعتقد ان هو ما كانش عنده ثقه في نفسه، وزي ما قلت حاجه مهمه جدا، الحكام الخبره في هذه المباريات لابد ان هم يعني لجنه الحكام تعينهم، لان لو هنقول ان هذه مباراه فاصله وركله جزاء مليون في الميه صحيحه
ما تتحسبش في مباراة ممكن كانت، وهي أثرت على فكرة في النتيجة. على فكرة لما يكون 2-2 هنا خطأ أثر في نتيجة المباراة. لو النادي الأهلي كسب المباراة بنقول إن خطأ تحكيمي بس مش مؤثر، ولكن هذا الخطأ طبعا أثر بكثير، لأن احنا بنتكلم في الدقيقة 34 وركلة الجزاء لم تحتسب. بشكل عام التحكيم في هذه المباراة ما كانش جيد. الحاجة الثانية على فكرة الحكم حكم ثلاث مباريات للنادي الأهلي. المباراة الأولى كانت مباراة في دوري أبطال دور المجموعات، كانت الموسم الماضي، كانت النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني، وحصلت مشاكل كثيرة جدا جدا لم يعني يوفر الحماية والبيئة الأمنة للاعبي الأهلي. المباراة الثانية اللي كانت في الترجي، وكانت المباراة دي لينا ركلة جزاء أيضا لبيرسي تاو لم تحتسب. دي المباراة الثالثة أخطأه مع النادي الأهلي، اتكررت أكثر من مرة. تحكيم عندنا في أفريقيا لابد إن هو يبقى فيه تطوير بشكل جدي، وإحنا ما نستعجلش على الحكام في إن إحنا نديهم مباريات خاصة المباريات الكبيرة. كلام محترم ويعني ومتكرر برضو، ان احنا فعلا الدعاوى اللي عمالين نقولها والاماني اللي عمالين نقولها كابتن ناصر للاسف. يمكن انا فاكر مكالمه حضرتك كمان الاخيره كويس جدا، اتكلمت في كذا نقطه مهمه وقلنا يا رب لا تكرر او ما نشوفهاش في المباراه القادمه، ولكن للاسف الشديد تم تكرارها، واعتقد هيتم كمان تكرارها في المستقبل لغايه لما يتم حسم هذا الملف تحديدا. سواء بنتكلم على التحكيم المحلي او حتى التحكيم الافريقي، لان هو فعلا محتاج غربله بشكل كبير. بشكرك جدا جدا على هذه المداخله الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس. وقبل ما نروح يعني ملف تاني، بصراحه التحكيم فعلا سلسله متكرره من نفس الكلام بنقوله كل مباراه او مباراه ومباراه عشان نبقى فار. صح يعني صح صح. للاسف اخطاء تحكيميه متكرره، التعنت اللي عند بعض او العجرفه اللي عند بعض الحكام، اللي هو انا ما اروحش للفار. طب لو انت ما تروحش للفار احنا عاملينه ليه؟ ما العالم كله بيستعمله واسماء عالميه كبيره، ده لا يقلل منك شيء، بالعكس صورتك هتبقى اوحش والسي في بتاعك هيبقى مش جيد كشكل حتى للناس لما يتقال ان انت حكم ظالم او عندك اخطاء عن ان انت حكم لجأت للفار، لان طبيعي ان انا الجأ للفار ما فيهاش حاجه. فحاجات زي كده يعني اصلا ينفع ان الحكم يبقى عنده النوع ده من العنجهيه اللي بتتكلم عنها؟ لا طبعا، يعني ما يروحش للفار، يعني الفار هو اللي يجي. طب احنا جايبين الفار ليه؟ مش عشان احقاق الحق. هو في نقطه قالها كابتن ناصر في بدايه كلامه، الخبره يا كريم نهوند، يعني فعلا واضح ان في غربله وان هم عايزين يعملوا صف تاني جديد لسه بالنسبه للحكام، ده هياخد وقت طبعا. عشان كده هنعاني من المشاكل دي، لان انت الخبره مهمه جدا كريم. ما ينفعش انا لسه مبطل وبعدين اجي امسك مثلا النادي الاهلي. ما عنديش موضوع التحكيم. لو هنتكلم بقى ايه قاريا، يعني مش بنتكلم على المحلية، خلينا في افريقيا بشكل عام. الكلام ده من قديم الازل، حضرتك كل فين وفين لما بتلاقي حكم افريقي بيحكم ماتش مهم في اي دوري من دوريات او اي بطوله دوليه يعني او بطوله عالميه. ما هو ده ليه؟ وكان في، مش عايز اقول يعني التحكيم الافريقي سيء السمعه، بس يعني تقبل. وعايز اقول لك ده مش تعنت كمان، ليه بقى؟ لان قله الخبره والشخصيه وهو طموحه كمان كحكم. الخبرات ما اتكونتش ليه عبر السنين اللي فاتت دي كلها؟ ما كل التحكيم اللي اتكلم عليه ناصر في الحالي هنعاني منه يا كريم، خد بالك في الفتره دي، لانه ما عندوش خبرات، وبعدين ما عندوش شخصيه كمان، مش قادر يسيطر. هل الوضع كان كده ايام حضرتك كابتن ماهر؟ برضو. موجود، موجود في القاره الافريقيه بالفجاجه دي. موجود. انا عايز اقول لك حاجه، احنا لما خدنا بطوله 82 اول بطوله افريقيه 83 احنا حنصل الحكم الجزائري في النهائي مع اشانتي كوتوكو اوفسايد واضح قوي، الله يمن رفع له الرايه ومشت اللعبه وخسرنا البطوله بالهدف ده. فانا عايز اقول لك ده حنصل كمان وتوقف سنه، وكان كان حكم جزائري من حكام يعني اللي عندهم خبرات يعني كان في محاسبه وقتها حقيقيه، يعني محاسبه قويه. لكن عايز اقول لك، طب وبعدين استفدت ايه؟ ضاعت البطوله. وصلنا لمرحلة أو لزمن بقى ساعات ممكن الحكم يبقى مهدد، مش مهدد يعني، موصوم بأنه لا ده حكم موتور، ده حكم وبيتقال كده، يقول لك مثلا في ماتشات معينة يقول لك الحكم ده يا عم ده قابض من كذا. احنا وصلنا لمرحلة قابض من كذا. فمع الأسف برضك الحكام يعني ما بتبصش لمستقبلها التحكيمي، ما بيبصش لشخصيته، العدالة اللي هو مفروض اسمه يعني تاريخه، اسمه تاريخه. وبعدين هو كمان زي اللاعب عايز يبقى عنده، يبقى احسن حكم في افريقيا طبعا. يعني لازم عنده طموح هو كمان واهداف،
عايز احكم في كاس افريقيا، عايز احكم في كاس العالم، عايز ابقى افضل من الحكام. يعني دي برضك من ضمن الدوافع اللي موجوده، لازم تبقى موجوده عند الحكام. لكن مع الاسف ويعني عايز اقول اللجان او المسؤولين عن الحكام بصراحه ما بيقصروش، بيشتغلوا معاهم زي الاعداد الذهني او الاعداد المهاري او الاعداد الخططي من خلال الجلسات اللي بتتعمل لهم. يعني بعد كل مباراه بيحصل ندوات للحكام وبيذيعوا المباراه ويشوفوا الاخطاء، تمركزه، حكمه في اللعبه ديت، كل الحاجات دي بيشتغلوا عليها زي بالظبط زي المدير الفني لكل نادي. هم كمان برضك نفس الكلام بيشتغلوا، بس هي بتختلف بقى كريم زي ما قلت لك. يعني انا واحد عندي السنس امل وعنده الموهبه ان شاء الله مع بيريرا. يعني انا اثق في هذا الرجل، انا قعدت اقرا بصراحه عن حاجات كتير حققها السي في بتاعه. يعني الرجل فعلا نجح في تجارب سابقه كتيره جدا، يمكن اكتر من كلاتنبرغ كمان. فانا عندي ثقه ان شاء الله ان المنظومه هنا، بس ما حدش يحاربها بقى، لان عارف لما بتلاقي حد اوقات عايز يغير على الارض حد بيحارب. في ناس على فكره، في ناس، وانا ما بتكلمش عن حد معين، بس في ناس بتستمتع او هي الوضع لما يبقى كده، او حتى لو وضع كارثي هي مبسوطه. فده فكر وان كان موجود احنا لازم الاجيال الجديده تيجي ترفضه. فانا اعتقد ان ده هيتم على الارض مع فتره بيريرا. لكن جيت في الفتره دي نهواند، احنا محتاجين فعلا زي ما احنا جبنا مثلا خبير للمنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، بداوا يعني يعملوا لنا طفره ان شاء الله باذن الله في تغيير مسار الكره المصريه ورجوعنا لكياننا كاسياد افريقيا. كمان التحكيم كنا محتاجين الفتره دي فعلا يعني خبراء من التحكيم اجانب واقفه. هو الى اي درجه كابتن ماهر الكلمتين اللي قالتهم نهواند دول متحققين وحاصلين فعلا في الواقع؟ فكرة ان بقاء الوضع المغلوط على ما هو عليه مصدر سعادة واستقرار بل وفايدة لبعض الناس. اكيد ده حاصل فعلا. يعني في ناس من مصلحتها ان يبقى العوار في هذا الملف على ما هو عليه طبعا. وبعدين يقول لك هو مش انتوا جبتوا حكم اجنبي؟ يا عم تورينا حكم اجنبي هيعمل ايه؟ ولا هيغير حاجه ولا بتاع. ما احنا كنا موجودين. ما احنا كنا موجودين وكنا ماشيين وكنا زي ما كناش بالمشاكل دي. وكانش بيدفع لنا كده، وكنا ساكتين يعني قصه يعني للاسف. لكن يعني طبعا اتحاد الكوره طبعا جمال علام وطبعا وحازم وبركات انا بحييهم، لان احنا لازم نتمسك. انا عايز اقول لك حاجه كمان يا كريم، الضلع الثالث اللي هو القطاع اللي تحت محتاج برضك اجنبي، اللي هو قطاع الناشئين والبراعم. محتاج برضك اجنبي. مهم جدا، لان احنا برضك بقى لنا زي ما بقول لك انا بكلمك على 16 سنه وانا في القطاع ده، يعني حدث ولا حرج. فاحنا محتاجين برضك حاجه هيد اجنبي يجي ينظم لنا. حضرتك بتتكلم على صعيد المنتخب؟ المنتخب المنتخب والقطاع اللي تحت اللي هو البراعم والناشئين، محتاجين حاجه برضك بالخبرات دي نطور الكلام ده لخمس سنين جايين، لان القاعده التحت هي اللي بتغذي المنتخبات. هي الاساس. هي الاساس. ازاي هيطلع لي بقى لعيبه رايح المنتخبات وهي ما عندهاش اي ثقافه كرويه؟ صحيح. ولا اي تواجد بشكل كبير. خلينا بقى نرجع مع حضرتك للماتش يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله، وتوقعاتك ايه ورؤيتك ايه للي هيحصل فيه؟ لا، الماتش الثلاثاء الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى باذن الله سيطره من الاهلي من بدايه المباراه، خصوصا مستر كولر خلاص طبعا رقم واحد عوده اللعيبه اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها. بالظبط كده، اللي هم مؤثرين بشكل كبير جدا معانا في الفتره اللي فاتت، عوده طبعا محمد عبد المنعم، عوده معلول، عوده امام، لان امام برده كان موجود في التشكيله، لكن الكدمه الراجل فضل، وده برده فكر الراجل، فضل ان هو يريح اللعيبه اللي هي يعني حاسه بشك او حاسه بعدم جاهزيتها للمباراه اللي هي يوم الثلاث. مباراه يوم الثلاث طبعا بالنسبه لنا ان شاء الله رب العالمين، احنا شفنا الفرقه كويس قوي، عندهم مشاكل بشكل كبير جدا في خط الظهر، وزي ما قلت احنا قوه ضاربه عندنا في خط الهجوم هنقدر نستغلها بشكل كبير جدا في خلق المساحات، في الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها مستر كولر، الضغط اللي احنا بنعمله هنا في مصر من بدايه المباراه على الفرق اذا كانت المحليه في الدوري العام او في افريقيا. ان شاء الله باذن الله انا شايف ان احنا الفتره اللي فاتت كمان بقى عندنا سكور، يعني كل مباراه بنجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه. ان شاء الله باذن الله المباراه دي هنشوف سكور ايجابي للنادي الاهلي. وطبعا زي ما قلنا المباراه الاولى الحمد لله احنا خرجنا بيها بنتيجه ايجابيه، لان كان احنا عندنا نتيجه المكسب خارج ملعبنا، او لو ما قدرناش ناخد المكسب خدنا الحمد لله النتيجه الثانيه التعادل الايجابي 2-2.
لكن هنا في مصر لا، لعبتنا قادرة إن شاء الله بإذن الله إن هي تعمل لنا مباراة نكسب الأول، نحترم الخصم طب. ثانيا ثم إن شاء الله بإذن الله الأهداف بقى المتنوعة اللي إحنا بنشوفها إذا كان بقى من المهاجمين أو من كور ثابتة أو من كور تكتيكية طب. أو الاندفاع اللي موجود من ديانج مثلا وإمام ومروان، يعني هنشوف إن شاء الله مباراة جيدة. يبقى فايق ديانج يعمل فرق هستيري جدا فظيع جدا، لكن زي ما بقول لحضرتك مش هو بس، لازم برضك وجود إمام بالدفعة الهجومية طبعًا الجميلة طبعًا. مروان في التغطية والميلان مسمار نص الملعب كمان طبعا، عودة علي معلول والكورسات العرضية مع وجود محمد هاني جبهتين اللي هم ناحية اليمين ناحية الشمال طبعا. بالنسبة للخط الأمامي تاو مع كهربا مع حسين الشحات مع رضا، لا ما شاء الله عندنا قوة ضاربة في الحتة القدمانية بشكل كبير، نقدر بإذن الله نكسب مباراة هنا وإن شاء الله يكون في سكور، وسكور يكون يعني يطمن لاعبتنا ويطمن جماهير. انا بالنسبه لي يعني احب اشوف طبعا نتيجه على الارض، بس اللي بيطمني اكتر مش السكور، اللي بيطمني الفنيات، ان انا اشوف الفريق ما فيش اي اهدار لفرص، الفينال بتاعي اتحسن طبعا، المشكله كنا بنواجهها في بدايه الموسم اللي فات، الحاجات اللي هي الاخطاء اللي لو انا تم تداركها بشكل كبير انا ساعتها اطمن، يعني مش بس فكره هاي سكور كابتن ماهر، لان في حاجه برضو ظاهره ملهاش تفسير، لما تيجي تلاقي النادي الاهلي بيلاعب مثلا فريق من المستوى الفني بعيد جدا، احنا في حته افضل بكتير وبالارقام وغيره، تلاقي الاهلي بيكسب بيكسب، بس بيكسب يعني في لحظات اخيره بصعوبه، على عكس لما تيجي تلاعب فريق في تنافسيات تحس ان المباراه ماشيه افضل، في سيطره اكبر، يعني دي حاجة مستمرة معانا، ده ملوش علاقة بالتقليل من المنافس بس ليه علاقة بعرفش يعني هل هي صدفة ولا ايه، يعني انا مش عارفة، بس ده بيحصل بشكل متكرر. انا معاك يا نواند في حتة ان مش ممكن القوام ده والاخراج يبقى متوسط او متوسط، يعني بصراحة يعني مش ممكن بقيمة اللعيبة الدوليين السبعة تمانية اللي موجودين مع الاربعة المحترفين ويبقى الاخراج يعني على قد الحال، يعني لا احنا عايزين نستمتع بادائنا، نستمتع بادائهم، عايزين بصراحه القيمه والقامه ديت تبقى داخل الملعب، شايفين جمل تكتيكيه، شايفين يعني مثلا من ضمن الحاجات الجمل التكتيكيه دي بتتحسب، يعني مثلا قلنا الاطراف النهارده مثلا ناحيه اليمين عملت مثلا 3 4 5 كروسات عرضيه، يبقى ناحيه الشمال تعمل لنا مثلا 6 7 وبعدين الشوط الثاني العدد يزيد الضغط على الخصم، اذا كان مثلا على فترات لا يبقى في تواصل لان احنا وصلنا كمان للعامل البدني والفني والمهاري والخطه دي على اعلى مستوى بقيمه اللعيبه دي، ما ينفعش يبقى الاشواط تبقى يعني شوط متوسط وبعدين الشوط الثاني يخش مستر كولر يعني يحفز اللعيبه وبعدين نبدا نشوف، لا عايزين يعني نستمتع بقيمه اللعيبه دي فعلا زي ما نهاوند قالت داخل الملعب، يعني انت بتتفرج يا كريم على 90 دقيقة محتار طب. ايه الحلاوة دي؟ ايه الاهداف دي؟ لو اتعودنا بقى على شراسة هجومية وغزارة تهديفية ما ينفعش نقل عنها بقى، ما ينفعش ما ينفعش، حتى البديل اللي بينزل كمان، ما انت البديل اللي بينزل كمان دم جديد طبعا دافع اكتر وعايز يثبت نفسه وعايز يقول للراجل انا اهو، فالحاجات دي كلها المفروض نابعة من اللعيبة من دوافع اللعيبة. هتحضر المباراة كابتن ماهر ولا لا؟ هتروح يوم الثلاث؟ يا انا بقالي فتره بصراحه يعني ما بروحش الاستاد، يعني ليه؟ يعني ساعات بيبقى في ظروف انت عارفه التدريب بتاع فبتلحق تروحي معايا بقى. طب خلاص نروح والله. ان شاء الله والله كريم بقول له تعالوا نروح، يعني عايز احضرها ان شاء الله، المباراه اللي في ايدينا بنحضره هنا طبعا بيبقى كويس جدا كده كده الاستاد بيبقى يعني متعه ثانيه بصراحه، طبعا يعني طبعا كنت شايفه كل حاجه قاعده شايفه كل حاجه، التلفزيون يمكن بيجيب لك بس الحيز طبعا. لكن شوف الجماهير وطبعا وهتافاتها وتنظيمها قصة تانية فعلا واصرارها، وبعدين ضياع الهدف او تسجيل الهدف بيبقى زي ما اللعيب جوه داخل الملعب عنده يعني فرحه ما بيقدرش يمسك نفسه فيها، نفس كلام المدرج، تحس ان الجماهير ده المدرج يعني بيبقى اكتر بكتير كمان يا كابتن، صراحه حاجه نورت الدنيا كلها، بنشكرك على وجودك معانا، الحمد لله على السلامه، شكرا لك كابتن ماهر، شكرا لنواد، واكيد يعني شكرا لحضراتكم على متابعتنا، وان شاء الله يعني نشوفكم في حلقه باذن الله جديده بكره وملفات مختلفه وتحديات مختلفه اكيد للنادي الاهلي، مع السلامه.